السلام عليكم. exam number 7. Which of the following females carry all genetic characters of the mother؟ طالما carry all genetic characters يبقى لازم تكون جاية من asexual reproduction. honey bee queen بتيجي من sexual reproduction. honey bee worker هما الاثنين females من sexual reproduction by gametes. Female of avid insects that are produced from parthenogenesis. طبعا هي دي اللي صح. ليه دي صح؟ عشان هي asexual reproduction. يبقى علشان اقول ان هي فيها كل genetic characters from the mother يبقى جاية من asexual reproduction من المother بس. فطبعا ده هيبقى اكيد دايما parthenogenesis. Question number 2. In the opposite figure, the two processes x and y represent a. x معناها ان هي بتبلع، ممكن اقول ان هي ingest. طيب ليها اسم تاني endocytosis. طب كون ان الحاجة تخرج من السل بسميها exocytosis. يبقى endocytosis معناها ان السل تدخل حاجة جواها، exocytosis تخرجها بره. طيب process y واضح ان ال البكتيريا اللي اتبلعت دي بيحصل لها digestion او بتتهدم عن طريق lysosomal enzyme. تعال نشوف الاختيارات. digestion and phagocytosis، اعتقد دي مش digestion، دي لسه بتبلع. البروسيس كلها على بعض من اولها لاخرها اسمها phagocytosis، كلها على بعض. لكن لو انا قسمتها هلاقي ان كون ان هي تبلع كده endocytosis، كون ان هي تعرضه على سطحها اسمه exocytosis، كون ان هي تهضمه ده اسمه digesting. nutrition and digestion هي ما بتاخدهاش عشان تاكلها، ده هي بتقضي عليها. exocytosis يعني ايه exocytosis؟ يعني السل تخرج حاجة براها. and phagocytosis لا طبعا غلط، هي endocytosis and digestion، البروسيس كلها على بعضها اسمها phagocytosis. The number of similar nucleotides in DNA and RNA. أول ما بتشوفوا ده بتقولوا 3 عشان الأدينين والجوانين والسيتوسين يعتبروا مشتركين. إمتى أجاوب 3؟ لو قال لك the number of similar nitrogen bases. لكن لو هو قال nucleotide، مفيش nucleotide في DNA زي nucleotide في RNA. ليه؟ they differ in sugar، بيختلفوا في الايه؟ in sugar. DNA بيبقى فيه ديوكسي رايبوز، لكن ال RNA بيبقى فيه رايبوز، فما فيش ولا واحدة من ال DNA زي ال RNA. واعتقد السؤال ده انا كنت جايبه لكم قبل كده في الاسئلة اللي على ال DNA. Which of the following graphs expresses the correct life cycle؟ هو عايز ال life cycle كلها. of the polybdenum start from the main plant. مين هو المين بلانت عندي؟ هو سبوروفايت، ده المين بلانت. ليه انا بسميه المين بلانت؟ لانه ما بيحصلوش اتروفي after formation of spores، فبسميه الدوميننت ستيج او اللي هو مسيطر او موجود فتره اطول. لكن اللي هو الجاميتوفايت لا، بيختفي بعد تكوين السبوروفايت، عشان كده بسميه reduced stage. يبقى المين بلانت هنا سبوروفايت، ممكن اسميه مين وممكن اسميه the dominant stage. ليه؟ ما بيختفيش بعد تكوين السبورز، ما بيموتش بعد تكوين السبورز. طيب جاميتوفايت لا، هو reduced عشان هو بيحصل degeneration after formation of the zygote. طيب تعال نشوف هنا البداية عندي سبوروفايت اللي هو 2N، فعموما هشطب نمبر C، ملهاش وجود عندي لان البداية مش اكس. طيب 2N ده السبوروفايت هيكون لي سبور N، يبقى كده غلط. يبقى بعد السبوروفايت بتتكون سبور N، يبقى كده طبعا دي غلط. برضو هنا 2N طبعا هنا كروموسومال سيتس، يعني N و 2N، سيبكم من X و 2X، N و 2N. 2N اداني سبور برضو 2N، والسبور 2N ادتني كائن تاني N. لا مش حاجة اسمها كده. طيب هنا سبوروفايت اداني سبور N، والسبور N دي نبتت كونت لي جاميتوفايت، والجاميتوفايت عمل لي زايجوت، يبقى هي دي اللي صح. طب انا ممكن اتلخبط ما بين A و A، ممكن التلاتة دول يلخبطوني، ممكن تتخيلوا مثلا
ان دي هي ده السبوروفايت، كون لي سبور ماذر سيل، بعد كده كونت سبور. طب والسبور هتنبت تديني 2N؟ مش لوجيك. طب تعال نشوف دي. دي بدأنا مثلا بالسبوروفايت، كون لي سبور ماذر سيل، السبور ماذر سيل ادتني سبور، والسبور كونت لي جاميتوفايت. فين بقيت اللايف سايكل؟ هو بيقول لك عايز اللايف سايكل كلها، فهلاقي ان دي ادق اجابه. طبعا هي اتلخبط، مش هقول ان هي ما اتلخبطش يعني. Which of the following characteristics increase the physiological support of the plant؟ ايه الحاجه هنا تزود physiological support؟ عشان يزيد ال physiological support يحصل increase absorption طبعا of water، وكمان decrease transpiration، يعني transpiration اللي هو evaporation of water، يعني البلانت يمتص ووتر اكتر والايفابوريشن يكون قليل. طب تعال نشوف كل ده يعمل ايه. لارج نمبر اوف استوميتا، الاستوميتا بيحصل منها ايفابوريشن، يبقى كده دي تزود الايفابوريشن، انا عايز اقلل الايفابوريشن. ثيك كيوتين لاير، دي تقلل الايفابوريشن. تمام. فيو نمبر اوف روت هيرز، لا كده يقلل الابزوربشن. لما تبقى الروت هيرز كتيره، الهير الموجوده في الروت، يبقى الابزوربشن اقصى، يبقى دي غلط. Few number of stomata، تمام الستوميتا عددها قليل يبقى مفيش evaporation. Thick cuticle layer، cutine layer طبعا ديت بتقلل evaporation، يبقى كده احنا بنقلل evaporation كده. تمام. Large number of root hair، ده يزود الابزوربشن، يبقى number B صح. تعال نشوف اللي بعدهم غلط ايه. طبعا قلت large number of stomata ده يزود الايفابوريشن، يبقى بالنسبة لي غلط، يبقى خلاص دي كده غلط. Few number of stomata لحد كده صح. ثن كيوتين ليه، لا هنا ثك هي الافضل، لان الكيوتين كل ما كانت ثك كل ما قل الايفابوريشن. طبعا جايب هنا فيو نمبر اوف روت هيرز، لا المفروض تبقى لارج نمبر اوف روت هيرز عشان تزود ابزوربشن اوف ووتر. كويستشن نمبر 6، ذا فانكشن اوف ميموري بي سيلز از ريبريزنتد باي. هي ميموري بي سيلز مكتوبه جواه كده في الكتاب، بتعمل ايه لما بتقابل الميكروب لاول مره؟ بتتقسم تديني بلازما بي سيلز، تمام، and active T helper لو هي memory helper يعني، بس انا لازم تدي plasma B cells. فانت هطلعها نصا من كتاب المدرسة ان هي لما بتقابل الميكروب تاني مرة بتتقسم وتدي plasma B cells. هل memory B cells ممكن تديني antibody على طول؟ لا، الانتيبادي بتيجي من plasma B cells. يبقى الميموري B cells لما بتقابل الميكروب بيحصل لها division into plasma B cells and more memory B cells. وده السبب اللي بيخلينا ناخد الفاكسين على كذا جرعة. ليه؟ فأول جرعة تتكون memory cell، طب في المرة التانية تتقسم تدي بلازما B cells وتدي more memory cells، كل مرة هيزيد عدد الميموري cells. طب تعال نشوف ميموري سيل هتعمل ايه. انجلفينج ذا بكتيريا ذات اتاك ذا بودي اجين، هتعمل انجلفينج، ما قلناش ان هي بتعمل انجلفينج. كونتيننج انتي بودي، هل ميموري بي سيلز جواها انتي بودي؟ ولا بروديوسنج بلازما بي سيل، طبعا بروديوسنج بلازما بي سيل هي اللي صح. كيلينج ذا انفكتد سيل باي فيروس، البي سيلز ما بتقتلش السيلز المصابه بالفيروس وملهاش علاقه بالسيلولار اميونيتي، الاكتر لكده هو التي سي والتي ناتشرال كيلر، هما اللي بيهاجموا السيلز المصابه بالفيروس. ان سبيرو جايرا الجي، ذا نمبر اوف كروموزومز ان ذا ريزلتد سيل فروم ذا بروسيس illustrated ان ذا اوبوزيت فيجر ريجاردنج ذا ستراكشر اكس. هو ده ايه ديفيجن؟ طالما السيل اتقسمت لفور سيلز يبقى ده مايوزس ديفيجن، ده ديفيجن اوف ذا زيجوسبور، يبقى ده مايوزس ديفيجن. والشكل ده بيوضح division of the zygospore. ليه؟ الزيجوسبور بيتقسم ل 4 cells، اتقسم ل 2 بعد كده 4، يبقى ده meiosis 1، يبقى الجزء ده هو meiosis 1 وده طبعا meiosis 2. تمام. بميوزس 1 اتقسمت السيل ل 2 cells، بعد كده اتقسمت ل 4 cells، واضح كده ان 3 منهم حصل لهم degeneration واتبقى واحدة بس.
طب بالميوزس السيل اللي ناتجة دي بالنسبة ل X هيبقى فيها half genetic material، يبقى بعد ال process دي ال number of chromosomes decreases to the half. طبعا لان ده ميوزس division ولان ده division of zygospore by ميوزس، ثلاثة منهم بيحصل لهم degeneration والرابعة دي المفروض يحصل لها growing يتكون لي new filament. طبعا احنا عارفين ان الزيجوسبور بيبقى 2N لكن الفيلمنت نفسه بيبقى N، يعني الزيجوسبور دي 2N بعد كده لما بتتقسم هنا بتديني N، دي بتنبت بالميتوزس تديني new filament، ودي اخر step من life cycle of سبيروجيرا لما بيعمل reproduction by conjugation. الكلام ده في unsuitable طبعا conditions. The replication process of DNA of E. coli bacteria ends امتى؟ هي ال E. coli bacteria او اي بكتيريا فيها DNA شكله ايه؟ circular، فيها circular DNA. طيب بتبتدي اصلا فين؟ عند البوينت اللي بتربطه بالبلازما ممبرين او عند بوينت محددة. طب تخلص امتى؟ لما ترجع لنفس البوينت، ما هو سيركل. طيب ال DNA بقى replication of DNA في الهيومن بيبتدي عند اي بوينت، لكن في البكتيريا بيبتدي عند بوينت محددة. طب طالما هو هيبتدي عند دي بس، يبقى ينتهي امتى؟ لما اوصل لنفس البوينت تاني، ما هو سيركل. تعال نشوف هنا at satellite of chromosomes، اصلا البكتيريا ال DNA ما فيهاش كروموزوم، ده هو circular DNA module. On reaching out the stop codon، لا ده لو قال لك ending of translation، يبقى ده الإجابة دي لو قال ending، sorry of translation، ممكن أجاوب الإجابة دي لو قال لي كده. طيب when the replication reaches to its origin، طبعا هي بتبتدي عند point محددة، لما ترجع ال point ال origin اللي بدأت عندها يبقى كده انتهت عملية ال replication. On the activation of the reverse transcriptase enzyme، ملوش علاقة، reverse transcriptase enzyme أصلا موجود في ال virus. سوري ثانية واحدة كده. طبعا المشاكل دي ان احنا عاملين سكان للمعاصر، بيبقى موجود في الفيروس اللي الجينوم بتاعه بيبقى ار ان اي، ملوش دعوه باي كولاي بكتيريا. If you know that the percentage of granulated neutrophils equals 60%، جايب لك ان النيوتروفيلز تقريبا 60% of white blood cells، what is the greatest number of B cells in a blood drop containing 6000 white blood cells؟ عايزه اقول لكم ان النمبر ده مش هنحتاجه خالص اساسا، بمعنى ان ده total number of white blood cells. طب الليمفوسايتس قد ايه؟ من 20 ل 30%. تمام، طيب انا هحسب على 20 ولا 30 ولا الافريج اللي هو 25 معلش، هو هنا جايب greatest فانا هحسب على 30، فانا هحسب الليمفوسايتس كلها، احسبها ازاي؟ هاخد 30 باي 6000 divide 100 هتطلع 1800، ده كده lymphocytes. طب هي ال B cells قد ايه من ال lymphocytes؟ طبعا هي من 5 ل 15%، من 10 ل 15%. طب هحسب على ال 10 ولا على ال 15%؟ اكيد هحسب على ال 15 لانه قايل لي greatest، فانا هاخد 1800 باي 15 divided 100 هتطلع عندك 270. الرقم ده ما يخصناش بحاجة خالص. امتى الرقم ده يخصنا في المسألة؟ لو طلب مثلا percentage of other white blood cells، يعني قال لك مثلا ان ده النيوتروفيلز الباقي قد ايه، ما احنا عارفين ان 25% lymphocytes يبقى 25 و 60 يبقوا 85، يبقى فاضل 15% بقية ال white blood cells، لكن هنا مش هحتاج الرقم ده خالص ومش عارفة هو حاطه ليه. The opposite figure represent diagram for the menstrual cycle stage in a human female. انا حاسة ان السؤال فيه حاجة في ترجمته غلط، الترجمة مش مظبوطة، بس نحاول ان احنا بس نقراه كده بالراحة ونفهم هو عايز ايه.
هو قال هنا ان opposite figure represent a diagram for menstrual cycle stages in human female. هنا من day 1 ل day 5 هو بيتكلم هنا عن مرحلة المنستريشن. بعد كده من day 6 لحد day 14 تمام احنا بنتكلم في مرحلة البروليفريشن اللي هي تكوين الأوفيوم. ومن day 14 لحد ما نخلص خالص ونرجع تاني لنقطة البوينت الأولانية ده أوفيوليشن. هو مقسمها كده when the fertilization of the ovum occurred it is expected that the uterine wall is similar to physiological state in A. لما الفيرتلايزيشن يحصل معناها ان في pregnancy, معناها ان اليوترين wall reach in blood supply وثك. طب تعال نشوف هنا more thick. المore thick هيبقى فيه نجيب رسمة المنسترال سايكل ونشوف. في رسمة المنسترال سايكل قدامكم اهي, سوري هجيبها بس من الاول. مش راضية تكبر عن كده مش مشكلة. دي رسمة المنسترال سايكل. تعال نشوف فين الدي 16. ادي الدي 14 15 ادي 16 تمام. من الدي 16 للدي 28 في النص ما بينهم بالظبط هيبقى بعد day 21 في النص هنا اعلى حاجة. دي اعلى حاجة لل thickness of endometrium في المنسترال سايكل عادي. طب لو حصل pregnancy يعني اعلى حاجة هنا هتبقى قريبة من وقت البريجنانسي ده اعلى حاجة. طب ما نقولش ليه at the end, يعني هو هنا مديني اختيارين في نص ما بين 16 و 28 و at the end of 28. لا at the end of 28 ده بيبتدي يقل البروجسترون ويبتدي يحصل degeneration, فده مش زي حالة البريجنانسي خالص. طيب اللي زي حالة البريجنانسي ان يبقى الكوربس لوتيوم في الماكسيموم بتاعه او يبقى واصل لاقصى درجة من الجراث. طبعا هو هينمو اكتر من كده. نرجع تاني للرسمة. ادي الكوربس لوتيوم هيبتدي يحصل له degenerate بعد نص المرحلة دي تمام. فاكيد المرحلة اللي فيها الكوربس لوتيوم اعلى ما يمكن هتبقى اقرب حاجة لحالة الفيرتلايزيشن او حالة البريجنانسي تمام. يبقى احنا جبناها بطريقتين. هو عايز ايه في السؤال؟ عايز يقولك ايه هنا حالة اليوترين او الاندوميتريوم بتبقى زي حالة البريجنانسي زيه, يعني هي ثك. هنا ثك امتى؟ طبعا في المرحلة دي الاولانية بيحصل لها degeneration, في المرحلة دي بتنمو نتيجة الاستروجين, في المرحلة دي بتنمو نتيجة البروجسترون. طب في حالة البريجنانسي هي بتنمو نتيجة البروجسترون, يبقى هي من L ل X. طب in the middle of L X, خد بالكو L مش بدأ من الدي 14, بدأ من الدي 16, يعني بدأ من هنا لحد الدي 28. فالميدل بتاعها بعد الدي 21 تقريبا, يعني هتبقى هنا ده أعلى حاجة أهو للثيكنس تمام. بعد كده بيقل size of corpus luteum. أعلى حاجة في الثيكنس هي اعلى حاجه هنا للكوربس لوتيوم, وده شبيه لحاله البريجنانسي. يبقى الفتره دي من المنسترال سايكل شبيهه لحاله البريجنانسي. في الفتره دي لسه الجسم ما تاكدش هو في بريجنانسي ولا لا, فبيعد الرحم ان هو الاندوميتريوم بتاعته تبقى ريتش ان بلاد سبلاي. فاي فتره من دول قريبه من حاله البريجنانسي هي الفتره دي. النص بتاعها ولا نهايتها؟ لا النص, لان في نهايتها بيقل البروجسترون وتبتدي يحصل degeneration للوترين وول. هقول السؤال مرة تانية. السؤال بيسأل ايه في المراحل دي شبيه او يعتبر الاندوميتريوم الفسيولوجيكال استيت بتاعته. يعني الفسيولوجيكال استيت يعني حالته, شكله, thickness of endometrium, الفسيولوجي of the physiological state دي الحالة بتاعته العامة. طيب شبيهة بحالة البريجنانسي. إيه اللي عرفني إن هي شبيهة بحالة البريجنانسي؟ قالك when the fertilization of ovum is occurred, يعني لو في fertilization هيبقى شبيه لأنه جزء هنا. هل هيبقى شبيه للجزء الأولاني اللي بيحصل فيه menstruation and degeneration of endometrium؟ لا. هل هيبقى شبيه للجزء ده اللي بيحصل فيه growing للإندوميتريوم نتيجة للإستروجين؟ برضو لا, لأن هنا هتبقى الإندوميتريوم رقيقة جدا اللي هو في الجزء ده لسه صغنن. طب هو شبيه لإيه؟ أعلى thickness للإندوميتريوم. طب أعلى thickness للإندوميتريوم بيبقى عند أعلى
سايز للكوربس لوتيوم، يبقى اعلى سايز للكوربس لوتيوم في المنسترال سايكل العاديه قريب قريب من اعلى سايز للاندوميتريوم في حاله البريجنس. طبعا هو حجمه بيكبر عن كده، بس الفسيولوجيكال ستيت للاندوميتريوم ان هو بيبقى مور ثيك. تمام، طبعا في حاله البريجنس بيبقى ثيكر اكتر ثيك، بس لو قلنا ادق اجابه اقرب شكل لحاله البريجنانسي في الاندوميتريوم هيبقى في الجزء ده، ده اقرب شكل لحاله البريجنانسي. الاندوميتريوم بيبقى مور ثيك. طيب مور ثيك نتيجه البروجسترون. طيب هو مور ثيك ان ذا ميدل ولا ات ذا اند؟ ما اقدرش اختار ات ذا اند. ليه ما اقدرش اختار ات ذا اند؟ لان ات ذا اند بيبتدي البروجسترون يقل وبيبقى كوربس لوتيوم ضعيف، ده مش شكل حاله البريجنانسي. لكن ان ذا ميدل بيبقى الكوربس لوتيوم في الماكسيموم ليفل بتاعه، بيبقى اعلى حاجه ليه، وبيبقى البروجسترون اعلى حاجه ليه، ده على مدار الشهر طبعا، وبيبقى ثيكنس اوف اندوميتريوم اعلى حاجه، فهتبقى ان ذا ميدل اوف ستيج ال اكس. كده انا عملت كومباريزون ما بين الاثنين دول، ان ذا ميدل ولا ات ذا اند، وقلت ان المرحله دي مرحله الاوفيوليشن اللي هي ال 14 دايز، منهم جزء شبيه بحاله البريجنانسي لان بيبقى ثيكنس اوف اندوميتريوم عالي، كان في بريجنانسي حتى لو ما حصلش، كان يعني بيبقى اصلا preparing for pregnancy، بيحضروا الجسم بيحضر اليوترين وول for pregnancy. واتفقنا ان هي in the middle مش at the end. طيب at the beginning of stage XY، لا at the beginning of stage XY بيحصل degeneration للاندوميتريوم، طبعا ده غلط. in the middle of ZL هو هنا بيحصل increasing لل الثيكنس نتيجة الاستروجين، بس مش شبيهة لحالة البريجنانسي. اللي شبيهة لحالة البريجنانسي طبعا هي المرحلة من L ل X أو مرحلة الأوفيوليشن. يبقى نطلع من هنا، اللي شبيه لحالة البريجنانسي هي مرحلة الأوفيوليشن كلها، لا ميدل أوف أوفيوليشن، بيبقى مور ثيك إندوميتريوم وبيبقى هايست بروجسترون. يبقى أي مرحلة ميدل أوف ستيج L X اللي هي مرحلة الأوفيوليشن، ليه؟ لأنه هاي concentration of progesterone وفي نفس الوقت more thick endometrium. تمام. question number 11. The region whose length doesn't change when the muscle fiber contracts. طبعا احنا عارفين ان ZZ line بيحصل لهم approach to each other. H zone بيحصل لها disappear. و I بيحصل لها decrease in length. لكن A ما بتتأثرش، فهتبقى اجابتها number C اللي هي A. الشكل ده بيعبر عن replication of DNA. طيب ايه التريك اللي ممكن تيجي هنا؟ طبعا هو جايب لك اللون اللي هو بلو، ده التمبلت وده نيو ستراند، هنا بيحصل ريبليكيشن. تمام، هل الريبليكيشن بدا من عند بوينت واحده او من اكتر من بوينت؟ من اكتر من بوينت. يبقى ده ريبليكيشن في برو ولا يوكاريوت؟ في يوكاريوت. تمام، ده لو عايز يرزل، لان اكتر من بوينت بادئ عندها ريبليكيشن. لو كانت بادئه في بوينت واحده والبوينت دي بتتحرك، يبقى نقول ان هي replication in prokaryote، لكن هنا عشان اكتر من point يبقى replication in eukaryotes، بس هي في النهاية replication of DNA وما فيهاش حالة تاني. هل هي transcription of RNA؟ لا، RNA بيحصله transcription وبيخرج، ما بيستناش كده عامل معاه wand، ما بيلفوش حوالين بعض. هل هي repair damage of DNA strand؟ لا طبعا مش واضح، لانه ده complete strand اتكون. هل هو repetitive DNA؟ لا، repetitive DNA ملوش علاقة بالشكل خالص. The building units that form part A in the two opposite figure are similar in A. Part A هنا بيختلف البروتين، فبيختلف sequence, number, type of amino acid. The building units هنا هي amino acid، لأن ده antibody وده protein. فالbuilding unit في منطقة A هنا بيختلفوا في A وزي بعض في A. هو sequence مختلف والtype مختلف وسبيتيال شيء مختلف، امال هما زي بعض في ايه؟ تايب اوف كيميكال بوندز، نوع الكيميكال بوندز اللي جوه الامينو اسيد كوفيلنت، هو اللي ما بين الامينو اسيدز وبعضها بيبتايد. حتى اللي بتعمل الشكل النهائي الهيدروجين هي نوع واحد، يبقى نوع البوندز اللي موجوده ثابته.
تمام. لكن هما ممكن يختلفوا في سيكونس، ممكن يختلف طيب السبيشال شيب او الشكل الفراغي، لكن مش هيختلفوا في تايب اوف بوند، نوع البوند اللي موجوده جوه الامينو اسيد كوفيلنت ما بين الامينو اسيدز وبعضها بيبتايد ما بين المولكيول ككل عشان ياخد شكل 3 دي بتبقى هيدروجين بوند. The opposite figure illustrates stamen structure. طبعا X ده anther, Y هو filament. طيب مين هنا بيكون pollen grain؟ هي X اللي بتكون pollen grains. طيب طالما X اللي بتكون pollen grains يبقى بيحصل فيها meiosis 1 and meiosis 2 الاتنين، يعني X دي لما بتتفتح بيخرج منها pollen grains matured، ملهوش علاقة بـ Y. Y بيحدد طول الستامن بس مش أكتر من كده. فطبعا meiosis 1 and meiosis 2 occur in X، هما الاثنين بيحصلوا في ايه؟ في X، او الميوزس عموما بيحصل in X اللي هي inside anther. الرسمة دي كنت جبتها لكم قبل كده وكانت بالنسبة لكم صعبة في امتحان، بس انا كنت جايباها زي ما هي من شيتات حسن محرم يعني، والمعاصر بقى ظبطها وخلاها مظبوطة اهيت، ينفع ان احنا نحط عليها سؤال بالشكل ده. طبعا نمبر 4 دي ماسل اوكي، ونمبر 1 دي ماسل فايبر اللي هي مالتي نيوكليتد، ونمبر 3 دي مايوفيبريل، يبقى 4 دي ماسل او ممكن تبقى بندل، و2 فايبر، وطالما دي فايبر احنا خدنا الفايبر كبرناها يبقى هي مالتي نيوكليتد. 1 بتشاور على نيوكليوس وبيقول لك from the two opposite figure which number controls the activity of the muscle، اللي بيتحكم في activity of any cell هي nucleus، يبقى نفتكر كده ان nucleus controls the activity of any cell، يبقى nucleus of any cell مش السل دي بس control all activities of the cell. طب لو شلنا nucleus من living cell all activities will stop and the cell will die، فاللي بيتحكم هي nucleus. طبعا دي فايبر لانها كده مالتي نيوكليتد، يبقى دي 1 سيل اوف ذا ماسل. السؤال من اغبى ما يمكن بصراحه، السؤال ده يعني جايب سؤال ظريف وحاطط عليه اجابات غبيه. طيب لا لا مش هو السؤال ده، معلش الغبي ده سؤال تاني بتاع الميوتيشن هو اللي غبي، السؤال ده حلو. The following sequences represent two pieces of DNA X and Y، study them then mention. كنا قلنا في امتحان سابق قبل كده ان زيادة نسبة الجوانين او السيتوسين بتزود عدد الهيدروجين بوندز. ليه؟ لان الجوانين بيعمل 3 هيدروجين بوندز، او لقيت لي كاتباها جوانين ان سيتوسين بيزود نمبر اوف هيدروجين بوند، يبقى الجزء اللي فيه جوانين وفيه سيتوسين كتير هيبقى فيه هيدروجين بوندز كتير. تعال نشوف نفكر في السؤال ده ازاي. بيقول لك طبعا احنا عارفين النود دي وجود الجوانين او السيتوسين بيزود عدد الهيدروجين بوندز، يبقى لو فيها جوانين او سيتوسين كتير معنى كده ان الهيدروجين بوندز عددها اكتر، لان هما بيرتبطوا ب 3 هيدروجين بوندز، لكن ادينين وثايمين بيرتبطوا ب 2 هيدروجين بوندز بس. The following sequences represent two pieces of DNA. Which of the following is correct regarding these sequences؟ لو بصينا عليهم هنلاقيهم نفس عدد النيوكليوتايدز. mRNA can't be transcribed from base X. ليه؟ مش هيتنسخ من base X، ليه؟ يتنسخ عادي. The base X contains more phosphate group. طيب نعد عدد النيوكليوتايد، لو لقينا عدد النيوكليوتايد هنا قد هنا يبقى نفس عدد الفوسفيت جروب، لأن عدد الفوسفيت جروب equals number of nucleotide. قلنا number of phosphate group equal number of nucleotides، هو نفس ال number، number of nucleotides. مش عارفة وش هيكتب لي، طب نعد عدد ال nucleotide هنا وهنا 3 6 9 11 3 6 9 11، يبقى كده عدد الفوسفيت جروب ثابت في الاتنين. The piece Y is more stable in high temperature. طالما هي more stable يبقى هي فيها more hydrogen bonds. امتى يبقى فيها more hydrogen bonds وهي في نفس الوقت نفس عدد النيتروجين بيزس؟ يعني هنا عدد النيتروجين بيزس 11 وهنا عدد النيتروجين بيزس 11،
بس تعال نعد الهيدروجين بوندز كده، الاتنين دول في ما بينهم 2 هيدروجين بوند، يبقى 2 6 8 2، معلش 4 6 8، بعد كده هنا في 3 يبقى 11، بعد كده 2 يبقى 13، بعد كده 3 يبقى 16، تمام، بعد كده 2 يبقى 18 20 23 25، يبقى عدد الهيدروجين بوندز هنا 25. طب تعال نعد هنا عدد الهيدروجين بوندز نشوف هيطلع كام. 3 6 9 12 14 17 19 22 25 27 30، عدد الهيدروجين بوندز هنا 30 لان معظمهم جوانين اند سايتوسين، فهنا عدد الهيدروجين بوندز اكتر. كل ما كان عدد الهيدروجين بوندز اكتر كل ما خدت هيت اكتر علشان خاطر يحصل لها سيباريشن. طيب معنى ان هي مور ستيبل يعني تستنى زي ما هي ديبلويد، تستنى دبل هيليكس، تمام، تستنى دبل هيليكس بالشكل ده، لان لو هو سنجل ستراند يبقى هو ليس ستيبل. لو انتوا فاكرين لو رفعنا التمبريتشر بتاعت الدي ان ايه بيديني 2 ستراندز اوف دي ان ايه بس انستيبل. هو ستيبل او الاستابيليتي بتاعته لما يبقى حاصل بيس بيرنج ولما بيبقى في شكل دبل هيليكس، دي الاستابيليتي. يبقى مين هنا مور ستيبل اجينست هيت؟ لو انا رفعت التمبريتشر اللي فيه مور هيدروجين بوندز فهتبقى اجابه واي، هو اللي فيه مور هيدروجين بوندز. The piece Y is present in eukaryotes only. Already two pieces موجودة في البرو والإيوكاريوتس نفس النيوكليوتايدز. Question اللي بعده مش عارفة بس ال... the two patient A and B suffers from an insufficiency. عندهم نقص decreasing. Insufficiency بإيه كان المفروض يكمل؟ in thyroxine. Insufficiency of thyroxine. بس عشان طبعا ما يحدد لكش الموضوع ايه، بس هو insufficient يعني عنده نقص، نقص في thyroxine. And on analyzing the blood of each of them, the concentration of TSH in the blood plasma has been measured for 3 hours, then the concentration had been represented in the opposite graph. ده شكل الكونسنتريشن، اعلى كونسنتريشن لل تي اس اتش هنا، تمام. طيب عنده تي اس اتش عالي، تمام، وعنده نقص في الثيروكسين. جبت منين نقص الثيروكسين؟ في انسفشنسي، تمام، ده معناه ان عنده نقص في الثيروكسين والتي اس اتش عالي. يبقى البيتيوتري جلاند ما عندهاش مشكله، بتعلي التي اس اتش عشان تحفز الثايرويد جلاند ان هي تفرز ثيروكسين، وهي مش مستجيبه. يبقى مين اللي مش مستجيب كده؟ الثيروكسين، الثايرويد جلاند. قلت لو التي اس اتش عالي والثيروكسين عالي، لو هما الاثنين عاليين يبقى المشكله في البيتيوتري جلاند، لو هما الاثنين قليلين يبقى المشكله في البيتيوتري جلاند، لو واحد عالي والتاني قليل يبقى المشكله في الثايرويد جلاند على طول. فلو ده عالي والثيروكسين عالي معنى كده البيتيوتري جلاند انت عالي ليه؟ انت بتعلي عشان تعلي لي الثيروكسين. طب ما الثيروكسين عالي المفروض انت تقل، يبقى المشكله عند البيتيوتري. يبقى لو هما الاثنين عاليين يبقى المشكله عند البيتيوتري، هما الاثنين قليلين يبقى المشكله عند البيتيوتري، واحد وواحد يبقى المشكله عند الثايرويد جلاند. فطبيعي هنا المشكله هتبقى الديستربنس ان ذا ثايرويد جلاند. ملوش دعوه بالهايبوثالامس، انا عندي اختيار من اثنين، يا اما انتيريو لوب اوف بيتيوتري جلاند يا اما ثايرويد جلاند. طبعا هتبقى thyroid gland ليه؟ لان قالك insufficiency عنده نقص، اللي هو patient A و patient B عندهم insufficiency يعني عندهم نقص في الثيروكسين هرمون. طيب person B عندي TSH قليل، تمام، والثيروكسين هو كمان قليل، يبقى المشكلة عند patient B في anterior lobe of pituitary gland، تمام. المشكلة طالما هما الاثنين قليلين والمفروض لما الثيروكسين يبقى قليل التي اس اتش يعلى عشان يزوده، طب هو ما عليش، يبقى المشكلة في مين كده؟ المشكلة في البيتيوتري بلانت. ده كده كويستشن 17، وتالي السؤال ده جيب كذا طريقة وجه في الامتحان كمان، فكده انا فاهمهولكوا كويس. From the opposite graph that illustrates the concentration of antibodies in blood plasma of a person that is exposed to a pathogen for the first time.
if the same pathogen attacks this person in the 15th day, هو هجمه في day 0. احنا عارفين طبعا ال concentration of antibodies بتبتدي تعلى بعد من 5 ل 10 days، وده اللي حصل. بيقولك اللي هو لو دخل الجسم تاني في day 15، تمام؟ هنتخيل هو دخل في day 15، في هنا memory cells. لو انا عايزة ارسم جراف ايه اللي هيحصل؟ هيزيد اعلى من 20، عشان دي هتبقى secondary response. يعني لو دخل الميكروب في day 15 ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي تعلى concentration of antibodies بعد day 15، بس مش هتبقى 20، تعلى قوي. ليه تعلى قوي؟ علشان خاطر دي كده هتبقى secondary immune response، في هنا memory cells اتكونت، هو نفس الباثوجين بيدخل لأول ايه؟ لتاني مرة، هو كده دخل أول مرة ودي تاني مرة. يبقى طالما تاني مرة يبقى كمية الانتي بودز هتتكون في وقت أقل، تبقى أعلى، فهتبقى more than 20. فلما يجي يسألك هنا عن concentration، it is expected that the concentration of antibodies in the 17th day، في الday اللي هو 17، يعني هنا تعال نشوف بعد ما رسمناها في الday 17 اللي هو ده، طبعا أعلى من 20، تمام؟ مهما كنا رسمين، احنا الرسمة مش دقيقة، بس هي لازم تبقى أعلى من 20، لان على طول اول ما بتقابلوا الميموري سيلز على طول بتنتج الانتي بوديز. فطالما دخل يوم 15 بتبتدي يوم 15 تنتج الانتي بوديز على طول، تمام كده؟ يبقى لو قرينا السؤال مره تانية، طبعا ده concentration of antibodies exposed to the pathogen for the first time، دي الفيرست تايم اهو بدات تعلى الكونسنتريشن، اهو بدا يعلى، تمام؟ عند من day 5 ل day 10 بقى اعلى حاجة لي concentration of antibodies وبدأ يقاوم الميكروب. لو اتصاب في day 15، عند day 15 هتبتدي الميموري سيل تكون الانتيبوديز، فالانتيبوديز هتعلى، فلما نوصل ل day 17 هتبقى more than 20، او كميتها اكتر من 20، تمام؟ وده لوجيك طبعا ان دي الاصابة التانية، فكمية الانتي بوديز او concentration of انتي بوديز المفروض ان هي تبقى اعلى. In the human liver cell which of the following enzyme is more specific in the action in action mechanism؟ مين هنا يعتبر specific؟ هيليكيز بيبتدي يكسر، وظيفته ان هو يكسر الهيدروجين بوندز، اي هيدروجين بوند هو بيكسرها، فعشان كده هو مش specific. ليجيز ليه كذا وظيفة، لايجيز بيعمل بيشارك في دي ان اي ريبليكيشن، لايجيز بيعمل ريموفينج للنيوكليوتايد اللي بتبقى فيها دامج وبيعمل لها ريبير، وبيعمل لها مثلا ريبليسمنت، وبيعمل لها جوين، فاوقات بيعمل ريموف واوقات بيعمل جوين واوقات بيعمل ريبليكيشن، فا already كده هو مش specific. لكن polymerase specific، polymerase وظيفته ان هو add new nucleotides للtemplate DNA اللي هو من 3 to 5، فهو works من 5 to 3، هي دي وظيفته، ملهوش حاجة تانية. طب tag polymerase غلط ليه؟ هو tag polymerase المفروض ان هو احنا قايلين ان هو بيشتغل في PCR apparatus، وما بيشتغلش جوه جسم الهيومن مثلا، لكن هو موجود جوه جسم البكتيريا. بس هو انا كاتب لك ايه؟ الليفر سيل. لكن لو قال لك ان بكتيريال سيل برضه هيبقى بوليميريز، الا لو قال لك بكتيريال سيل ذات لافز ان هوت مارشز، اللي بتعيش في الهوت مارشز او ثيرمال بكتيريا. يبقى التاك بوليميريز ممكن يشتغل فين؟ في الثيرمال بكتيريا، ويبقى سبيسيفيك لان وظيفته ريبليكيشن اوف دي ان ايه برضه، تمام؟ يبقى هو ما يشتغلش جوه هيومن ليفر، لانه اولا تاك بوليميريز بيشتغل في تمبريتشر اعلى من 70، ودي مش درجه حراره جسم الهيومن، بس دي درجه حراره جسم البكتيريا اللي بتعيش في الهوت مارشز. فلو السؤال هنا بيقول لك ان ذا ثيرمال بكتيريا واتش اوف ذا فولوينج انزايمز، على طول هيبقى تاك بوليميريز هو الانزيم الوحيد اللي احنا خدناه بيشتغل في الثيرمال بكتيريا. When a chromosomal disturbance is occurred and affected the formation of finger projections in the mother uterine wall. Finger-like projections بتخرج من
كوريون، وكوريون دي حاجة خاصة بالإمبريو، مش حاجة خاصة بالأم خالص. أمينيون، كوريون أو إمبريونيك ميمبرينز دي حاجة خاصة بالإمبريو، لو فيها disturbance يبقى المشكلة في كروموزوم number of embryo. يبقى finger like projections دي بتخرج من كوريون، وكوريون وأمينيون أي disturbance فيهم يبقى related لمين؟ للإمبريو، لأنهم embryonic membranes بيتكونوا نتيجة الكروموسومال number of the أو structure of chromosome of the embryo، فأي disturbance فيهم يبقى disturbance في مين؟ في الإمبريو بالتحديد. يبقى الامبريونيك ميمبرين ريليتد لمين؟ للامبريو مش للمادر، عشان ما ننساش، عشان ممكن يجي سؤال يقول لك الامينيون الامينيوتيك فلويد لدرجه ايه يا جماعه؟ لدرجه ان لو احنا عايزين نعرف الجيناتيك انفورميشنز اباوت ذا امبريو بناخد عينه من الامينيوتيك فلويد، يعني بياخدوا عينه من الليكويد اللي حواليه. يبقى الليكويد اللي حوالين الجنين ده اللي اتكون حواليه نتيجه الجيناتيك ماتيريال بتاعت الجنين ولا بتاعت الام؟ بتاعت الجنين. والممبرين اللي حوالين الجنين اتكون نتيجه الجيناتيك ماتيريال بتاعت الجنين ولا بتاعت الام؟ بتاعت الجنين برضو. طب كوريون يعتبر من الممبرين، لو في ديستوربنس في كوريون يبقى الديستوربنس في الكروموسوم اوف ذا امبريو. تمام كده؟ يبقى الامبريو يتحكم او الكروموسومز او الجيناتكس بتاعت الامبريو يتحكم في امنيوتيك فلويد and embryonic membranes. مين الامبريونيك ميمبرينز اللي هي امينيون اند كوريون يتحكم فيهم؟ هما الاثنين، هما الاثنين ناتجين من الجيناتكس اوف امبريو. اه ده السؤال اللي انا كنت بقول لكم عليه شويه غبي. السؤال ده بيقول ايه؟ from the two following figures 1 and 2 that represent the receptors of interleukins in two babies. One of them is healthy and the other is infected. طبعا الانترلوكينز الريسبتورز عليها بتبقى موجودة على سطح التي لينفوسايتس وبتبقى على سطح البي لان بتستقبلها البي برضو. ده بيقول لك healthy normal receptors ودي abnormal receptors. طب تعال نشوف الفرق في الجينز. سي 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 هنا السي الرابعة اتبدلت بتي. يبقى ده مبدئيا احنا ملناش دعوة بالاجابات بس خلينا نقول ده جين ميوتيشن. ده جين ميوتيشن نتيجة replacing one nucleotide. حصل replacing مش adding. طب ليه مش adding؟ تعالى نعدهم 2 4 6 8 10 2 4 6 8 مش عارفه هما 9 تقريبا 2 4 6 9 2 4 6 9 و 9 يعني ما حصلش زيادة في عدد النيوكليوتايد، حصل replacement. Which of the following is responsible for this change? The change of the receptor's structure. تمام، واضح ان في الريسبتور تركيبها اتغير. Due to chromosomal mutation. لا دي مش chromosomal mutation، ده gene mutation. تمام. The addition of a new nucleotide. ما زادش new nucleotide، هي حصل replacement. تمام. فطبعا ده غلط لان دول 9 ودول 9، ما زودناش حاجة، حصل replacement لوحدة. The damage occur in the two opposite nitrogen bases. حصل damage، هل اتنين اتدمروا فتشيلوا؟ يعني دول كانوا 9 فلقيت هنا دول 8؟ لا ما حصلش damage. هو يعني الإجابة غبية قوي بس هي اللي صح، للأسف كل اللي باقيين غلط، واضح جدا من السؤال ان كلهم غلط. حصل in the structure of protein form the receptor. ما هو الجين ميوتيشن بتغير بروتين resulted from translation of this gene، صح؟ يبقى لو حصل جين ميوتيشن بيحصل تشينج للبروتين، فالجين ده هو اللي بينتج الريسبتور اتغير، فحصل تشينج للبروتين اللي ناتج من الجين ده فتغير الشكل، فطبعا هو ده اللي صح. هنا كأن بيقول لك it is a gene mutation leads to a change the protein form the receptor، صح. طيب ممكن ايه من الاجابات ينفع هنا لو قال لك replacement، لكن هنا قال لك addition والف الثانيه هنا دامج، يعني اتشيل او حصل اديشن وده ما حصلش، هما هنا 9 وهنا 9 حصل ريبليسمنت، فهتبقى ادق اجابه هي نمبر دي. question نمبر انا مش واخده بالي بقى من النمبرز هنا. from the two opposite figure، مين الرسمه دي؟ لو طلعتوا السكول بوك هتلاقوها فيرست فيرتيبرا، يعني هي فيرتيبرا من السيرفيكال فيرتيبرا.
ودي طبعا السكال. فيجر نمبر 1 بيلونج تو اكزيال سكيلتون، وفيجر نمبر 2 ابنديكولار، لا الفيرتيبرال كولوم كله اكزيال، فطبعا دي غلط. فيجر نمبر 2 از كونكتد تو فيجر نمبر 1 ثرو ترانسفيرس بروسس، اصلا دي ما فيهاش ترانسفيرس بروسس، ده هما بيتوصلوا ببعض عن طريق البروسس اللي موجود في السكند فيرتيبرا. Each of the two figure 1 and 2 protect central nervous system. انتوا ما خدتوش central nervous system، بس اقوله لكم هو عبارة عن البرين plus spinal cord. Brain and spinal cord هما central nervous system، فطبعا ال skull بتحمي البرين والvertebral column بيحمي spinal cord، فكده تبقى صح. Figure 1 is from the components of thoracic cage. لا دي cervical vertebra. اللي من ضمن ال components of thoracic cage thoracic vertebra، ودي مش thoracic دي cervical. ولو طلعتوا الرسمة اللي في السكول بوك هتلاقوها ان دي اول vertebra بالتحديد. And the figure number 2 is components of axial skeleton، دي صح لكن الجزء الاولاني هيبقى غلط. انا عديت سؤال كده طبعا لان الارقام مش باينه. Most of salamander's genome is non-coding. احنا قلنا الكلام ده ان هو في DNA 30 times قد الهيومن وبينتج بروتين اقل، يبقى اكيد معظمه non-coding. Most of Escherichia coli genome is coding. طبعا two statements are correct and related لان هما الاثنين بيتكلموا على نفس البوينت، بيتكلموا عن ان quantity of DNA ملهاش علاقة بكمية البروتين اللي هتنتج، اهم حاجة هو coding ولا non-coding، يعني بيتكلم عن الجزء الكودينج والجزء النون كودينج من الدي ان ايه، فهما ريليتد لبعض تمام، او الجزء ده ريليتد لبعض. ال two statements are correct and related. The two organisms X and Y reproduce sexually where X doesn't produce gamete. يعني sexual reproduction without gametes يبقى هو conjugation. ايش معنى conjugation؟ مش احنا ما عندناش من sexual reproduction غير نوعين، conjugation and bigametes. طالما مش bigametes يبقى conjugation، يبقى X بيعمل conjugation. And Y is not produced from a zygote. Y يعتبر بيعمل sexual reproduction، يعني هو نفسه بيعمل sexual لكن هو نفسه مش جاي من zygote. What does each of the following organism X and Y؟ واضح ان X هيبقى سبيروجايرا، فخلاص حلناها، X هيبقى سبيروجايرا. طيب التاني هاني بي درون، هاني بي درون ما بيتكونش زايجوت لان الأوفا develop into new individual without fertilization. بس فطبيعي طالما حصل لها development into new individual without fertilization معنى كده ما تكونش زايجوت. طب نطلع هنا بايه؟ نطلع من هنا ان asexual reproduction ما بتكونش في زايجوت. فاكرين لما قلت لكم الحصه اللي فاتت كان جاي فيه سؤال بيسأل ايه اللي بيقول، ايه اللي بيخلينا نقول على lateral conjugation ان هو sexual بالرغم ان هو one parent؟ يبقى lateral conjugation sexual عشان هو one parent، كانت اجابة المعاصر عشان بيحصل فيه meiosis division. وانا قلت لكم ان الاجابة دي مش دقيقة قوي لان في asexual بيحصل فيه meiosis زي sporogony in polybudium مثلا تمام، وفي sexual بيحصل بالميتوزس زي برضو sexual reproduction in polybudium. فأوريدي مش وجود الميوزس هو اللي يعرفني هو سكشوال ولا اي سكشوال لكن formation of zygote. طيب هل في parthenogenesis بيتكون زايجوت؟ لا ما بيتكونش زايجوت برغم ان هو عن طريق الأوفا، يبقى هو عن طريق الأوفا والأوفا دي جاية من ميوزس، بالرغم من كده الا ان هو بقى يعتبره اي سكشوال عشان ما بيتكونش فيه زايجوت. فأهم حاجة في السكشوال reproduction هي تكوين الزايجوت. ممكن حتى نعيدها سريعا كده على البورد. كان سألك الحصة اللي فاتت وقال lateral conjugation is sexual reproduction. ليه lateral conjugation يعتبر sexual reproduction؟ وكان المعاصر مجاوبها due to meiosis
division. وانا قلت ان الكلام ده غلط. هو مش غلط، مش غلط 100%، بس الادق ان احنا نكتب due to formation of zygote. تكوين الزايجوت دليل على حدوث السكشوال ريبرودكشن، فعشان هنا تكوين الزايجوت. عندي a sexual reproduction اهو depends on meiosis. زي ايه a sexual reproduction depends on meiosis؟ like sporogony in polybodium. تمام، sporogony in polybodium. spores formed by meiosis وده asexual. يبقى مش معنى ان هو meiosis division انا اقول على طول ان ده sexual reproduction، لا. وعندي sexual reproduction depends on mitosis. زي ايه بقى sexual reproduction depends on mitosis؟ زي formation of females in honey bee، لان sperms formed by mitosis. زي ايه؟ زي sexual reproduction in polybodium. في البوليبوديوم السكشوال ريبرودكشن بيحصل بتكوين الجميتس، بتتكون بالميتوزس الجميتس سواء سبيرمز او كمان اوفا. وزي سكشوال ريبرودكشن in بلازموديوم. تمام كده. يبقى اهم حاجة في السكشوال هي تكوين الزايجوت زي ما قلت لكم الحصة اللي فاتت. نيجي للسؤال اللي بعده. Which of the following equation represents the normal result for an experiment of graft؟ في experiment graft لما حط living strain R مع المايس الفرميتد، دي طبعا صح. تمام. طب لو حط thermally killed strain S مع المايس هتموت؟ لا، ما ماتتش، ماتت لما حط معاه R، هو هنا مفيش R. طب living strain R مع المايس ماتت؟ لا، ما ماتتش. طب طلعوه من السكول بوك، هطلعوا مين الصح؟ thermally killed S زي plus living strain R plus mice، هنا طبعا حصل death. ديت سؤال يطلع من الكتاب، والاكسبيرمنت واضحة جدا بتاعت graph في الكتاب. Question number 26 is the simplest path for the entry of pathogen into the plant through. علشان يدخل الباثوجين بطريقة simple يدخل عن طريق crack أو شق أو جرح، ده اسمه crack، لكن مش هيدخل عن طريق السيل وول ولا ديرمز ولا كورك. كل الحاجات دي بتمنع دخول الباثوجين. مين هي ديرمز؟ ديرمز هي لير اللي تحت الابيديرمز على طول. The opposite graph from the opposite graph that illustrates the change in concentration of solutes in urine. كده السوليوتس بتزيد. concentration of solute ما قالكش amount. طالما ال concentration بتاعت السوليوتس بيزيد يبقى concentration، ثانية واحدة، ثانية، يبقى concentration of water decreases. تمام. الكلام ده فين؟ في اليورين. concentration of water بيقل في اليورين. تمام كده. معناها ايه ان concentration of water يقل في اليورين؟ طبعا ده اكيد تأثير الـ ADH، انه بيرجعه للجسم تاني، يعني بيعمله reabsorb. وانا قلتلكوا ان ازاي فكرة الـ excretion of urine. البلازما كلها بتعدي من النفرون، والجسم بيعمل reabsorb للي محتاجه، بيعمل reabsorb للي محتاجه. يبقى انا كده زودت reabsorb of water. يعني ايه reabsorb of water؟ يعني الووتر ترجع للجسم. تمام. معنى كلمة reabsorb يعني ترجع للجسم. البلازما كلها بتعدي من النفرون،
والجسم بيعمل reabsorb للي محتاجه. طب ADH بيزود ايه؟ reabsorption of water. ولو طلعتوها من الكتاب هتلاقوها reabsorption of water، ده سؤال يطلع من الكتاب. طيب نكمل. in concentration of solute in the urine it changing by the changing of concentration of ADH. واضح ان ADH بيزيد و concentration of urine بيزيد، يبقى concentration of water في اليورين بيقل. طب ايه اللي بيحصل من y لx؟ exit of salt and urea. من y لx بيخرج السولت واليوريا، تمام؟ يعني عند point y السولتس اللي هتطلع هتبقى اكتر. انا ملناش دعوه بالكوانتيتي، يعني هي دعوه بالكونسنتريشن، بس قولوا هتتلخبطوا عشان انتم مش فاهمين قوي، مش واخدين بالكم بين الكوانتيتي والكونسنتريشن. exit of water، هل y مع زياده ال ADH الووتر تطلع؟ reabsorption of salt and urea، هو ADH ما بيأثرش، ملوش دعوه بالسولتس اساسا، هو ADH تأثيره على الووتر، هو بيعمل reabsorption of water، وده اجابه موجوده وش في السكول بوك. by increasing ADH بيزود reabsorption of water in nephron، فهي اجابه واضحه وتقدروا تطلعوها من السكول بوك. الفرق ما بين الاثنين هو ملوش تأثير اساسا على السولتس، هو لما بيقلل الووتر في اليورين فطبيعي لما تقل الووتر يزيد concentration of salts. concentration مش amount، هو ما بيخرجش salts بره، بس اكيد لما الووتر تقل بيزيد concentration. انا عايزه افهمكم الفرق ما بين amount و concentration. لو انا عندي 2 cups of water، كوبايه مليانه على الاخر وكوبايه فيها نصها، يبقى انا عندي كام كوبايه؟ كوبايتين، كوبايه مليانه وكوبايه فيها نصها، حطيت في دي معلقه شوجر ودي معلقه شوجر، يبقى الكوانتيتي كده ثابته، هنا واحد معلقه واحده وهنا معلقه واحده، بس الكونسنتريشن اعلى فين؟ اعلى في اللي فيها نص ميه بس، لان الووتر اقل، تمام؟ يبقى الكونسنتريشن مش شرط يبقى ليه علاقه بالكوانتيتي، هو ليه علاقه بالاماونت اوف ووتر. فانا لو قلبت معلقه سكر في كوبايه ميه هيبقى الكونسنتريشن زي ما اقلب معلقه سكر في برميل ميه؟ لا طبعا، الكونسنتريشن في الكوبايه اعلى من الكونسنتريشن في البرميل، لان هنا اماونت اوف شوجر ثابت لكن كميه الووتر هي اللي بتحدد الكونسنتريشن، تمام؟ the opposite figure represents the number of chromosomal sets in the life cycle of living organism. ده living organism واحد، واضح ان هو 2n، اداني حاجتين كل واحده n، تمام؟ اداني حاجه 2n وحاجة N، تمام؟ طيب ده ايه؟ تعالى نقرأ بس السؤال شوية عشان خاطر نفهمه كويس. يعني the opposite figure represent number of chromosomal sets in life cycle of living organism X represent the gametes. يقول لك X دي هي الجيميتس، خلاص X هي الجيميت، في جيميت بتستنى زي ما هي N، وفي جيميت بيحصل لها fertilization. طب ده ايه؟ ده هاني بيه على طول، ليه مش افد؟ لان افد الجميتس بتاعتها N و 2N، مش كلهم N، اللي الجميتس بتاعتها كلها N هي الهاني بي او queen of honey bee. يبقى X هنا هي الجميتس. What is the reproduction probabilities of this living organism؟ طبعا the natural parthenogenesis and sexual reproduction بالتحديد في الهاني بي. يبقى دي female of honey bee ادتني اوفا، هما الاثنين كل واحده فيهم ان، واحده حصل لها fertilization رجعت ادتني female، وواحده ما حصلهاش fertilization ادت drawn. طب تعال نشوف اللي بعده. تيشو كالتشر، هو تيشو كالتشر بيقلل عدد of chromosome ولا هو اصلا mitosis؟ ملوش علاقه. sporogeny، لا خالص sporogeny ما ينفعش. regeneration، كل دول اساسا كل دول مفهومش gametes، وهنا بيقول لك ان x represent gamete، فمش مخك مش هيروح لولا واحده فيهم ان شاء الله. هي بالرغم ان الجراف صعب فهمه، يعني صعب تتوقع ان دي فيميل اوف هاني بي ودي اوفا ودي اوفا حصل لها فيرتيلايزيشن ودي اوفا ويزاوت فيرتيلايزيشن ادتني درون، صعب ان انت تفهمه كده. بس لما تعرف ان اكس جميت، هل تيشو كالتشر فيه جميت؟ هل سبيروجيني فيه جميت؟ هل ريجينريشن فيه جميت؟ خالص، فطبعا دي ما تنفعش. الايه بس هي الصح. السؤال ده برضو معتمد شوية على منهج السنة اللي فاتت، تبقوا فاهمين يعني ايه glycolysis. بس هو مكملها cellular respiration. in a study by researcher for sex genes XYZL M and N he collected 5 samples of two of different tissues
four amounts and determined the amount of mRNA of sex genes. معنى ان الجين ده متكون منه ام ار ان اي، يعني الجين ده بيحصل له ترانسكريبشن وترانسليشن في المكان ده. يعني مثلا ام ار اوف انسولين مش هلاقيه غير في بيتا سيل، ام ار ان اي اوف مثلا ادرينالين مش هلاقيه غير في ادرينال ميدالا، ام ار ان اي اوف جروث هرمون مش هلاقيه غير في البيتيوتري جلاند. لكن الجين نفسه موجود في كل السيلز، لكن ال mRNA في السيل اللي بيحصل فيها transcription and translation. هنا بيقول لك then recorded the results in the opposite table which of the following gene is responsible for synthesis of protein required for glycolysis of cellular respiration. المسؤول عن الريسبريشن، مفيش سيل ما بتعملش ريسبريشن. الجين ده يا جماعة هيتنسخ في كل السيلز وهيبقى موجود في السيلز اللي محتاجة انرجي بكميات كبيرة. تمام، طب تعال نشوف كده، اي سيل هو مش موجود فيها يبقى دي غلط، كلهم غلط ما عدا زد، لازم يبقى موجود في كل السيلز ولازم يبقى موجود في لارج اماونت. في ليفر محتاجه انرجي بكميات كبيره، في البرين محتاجه انرجي بكميات كبيره، السكيليتال ماسل لان ريسبيريشن هي البروسيس اللي هي مصدر الانرجي في الجسم. كويستشن نمبر 30، the main role of contraceptive pills is A. هي pills بيبقى فيها بروجسترون واستروجين، زيادة البروجسترون يوقف انتاج ال FSH ونتيجة زي يزيد يوقف انتاج برضو ال LH فما يحصلش ovulation. stimulating secretion of progesterone and estrogen، هما اصلا فيهم بروجسترون واستروجين يبقى اكيد مش نهاية ينبهوا الانتاجهم. hydrolyzing of the ovium، بيفككوا الاوفيوم. closing the receptors of sperms on the surface of ovum، بيخلوا السبرمز ما توصلش، هما اصلا stop ovulation ما بيخلوش الاوفيوم تخرج اساسا. يبقى inhibiting secretion of FSH و LH، وانا شرحها في الحصه اللي فاتت او في الحلقه اللي فاتت ان زياده البروجسترون بتوقف الاثنين. تمام، وطالما وقفت الاثنين وقفت المنسترال سايكل، لكن مش هتوقف المنستريشن لان اوريدي بعد الست بتاخدها ل 21 days. طيب 21 days بروجسترون عالي، مفيش لا FSH ولا في LH فمفيش ovulation. طب اول ما توقفها بعد 21 days معنى كده البروجسترون هيحصل له ايه؟ هيقل، فيبتدي يحصل menstruation على طول. هي بتهيئ الجسم كأنه في حالة pregnancy، وجود البروجسترون بكمية عالية معناها ان الجسم في حالة pregnancy ل 21 days دول. تمام، بتزيد the thickness of endometrium. اول ما بتوقف البيلز دي عند day 21 بتبتدي يحصل menstruation. Question 31, the tropism movement occurs in all plants. يعني tropism يعني أعرض البلانت لفاكتور من one direction. تعال نفتكره كده بس علشان نراجع عليه مش أكتر، ريكو صور لي نفتكره. ده كده phototropism معناه ان انا عرضت البلانت للايت من one direction هيعمل curving toward light. طب بالنسبة للروت تحت بيعمل curve away from light، معنى كده ان stem is positive phototropism لكن root بيبقى negative phototropism. يعني دي الصورة لو عملت عليها focus شوية، بصوا كده بيبقى ال stem متجه ناحية ال root ناحية ال light والroot بيبعد عن ال light. تمام، طيب في مثلا جيوتروبازم، زي ايه جيوتروبازم؟ زي الشكل ده كده، الستم بيروح عكس الجرافيتي لكن الروت بيروح في اتجاه الجرافيتي، يبقى الستم عكس الجرافيتي والروت في اتجاه الجرافيتي. انا خليت البلانت بدل ما هو vertical horizontal، الستم عمل curving away from gravity لكن الروت عمل curve toward gravity. تمام كده. طيب ناحية الووتر، في رسمة ناحية الووتر. طيب ده ايه؟ اتجاه التاتش بنسميه ثايجموتروبازما. تمام، او هابتوتروبازما، هابتو هي تشد بس ناحية التاتش بسميه ثايجموتروبازما، وده احنا خدناه واحنا بناخد بنك المعرفة. ده برضو يعتبر جيوتروبازما كده away from gravity كده toward gravity. في رسمة هنا كانت بتعبر عن الووتر بالتحديد، طبعا ده اهو فوتوتروبازما.
الستم اتحرك ناحية اللايت والروت بيبعد عن اللايت، وده برضو فوتو تروبيزم. بالنسبة بقى الهايدرو تروبيزم اهو الرسمة دي، هايدرو تروبيزم ما بتأثرش غير على الروت بس، فلو البلانت ده حطيت له ووتر من وان دايركشن اهو انا بسقيه من الناحية دي بس، ما فيش ووتر غير هنا، هيبتدي الروتس تتحرك في اتجاه الووتر، لكن الستم ما بيتأثرش بالهايدرو تروبيزم. يبقى ستم هو الحاجة الوحيدة اللي ما بتتأثرش بالهايدرو تروبيزم. تمام، يبقى انا عندي فوتو تروبيزم الستم والروت بيتأثروا، في جيوتروبيزم الستم والروت بيتأثروا، طيب هايدرو تروبيزم لا الروت بس هو اللي بيتأثر. يعني في الرسمة دي الستم بيروح ناحية اللايت والروت بيبعد عن اللايت، بيبعد. في الجرافيتي الستم بيروح away from gravity والروت بيروح toward gravity، فبقول ان ستم نيجاتيف جيوتروبيزم لكن روت بوزيتيف جيوتروبيزم. لكن بالنسبة للووتر، الووتر بتأثر على الروت بس. نرجع للسؤال بتاعنا، بيقول all plants او تروبيزم بيحصل في كل بلانت او اي بلانت هعرضه لفاكتور من one direction هيعمل curving يا اما toward the factor يا اما away from the factor and this happen to the stem. هل التروبيزم بيحصل عن طريق الستم بس؟ لا، بيحصل عن طريق الستم والروت الاثنين. respond to the different stimuli such as humidity، ده جايب الستم بس والهيوميديتي، والهيوميديتي اللي بيستجيب اساسا الروت. فكده الفيرست ستيتمنت هتبقى كوريكت لكن السكند هتبقى رونج. يبقى the first statement is correct لكن السكند هتبقى رونج، لان البلانت ما بيستجيبش للهيوميديتي اللي هو هايدروتروبيزم. هيوميديتي يعني الووتر طبعا. الروت ما بيست الستم ما بيستجبش للهيوميديتي، معرفش ليه بيتحرك بالشكل ده، بس لما بحاول انقل من سؤال لسؤال. طبعا هنا السؤال هيبقى اجابته نمبر ايه، ان الفيرست ستيتمنت از كوريكت والسكند هتبقى رونج. which of the following graphs is wrong. هنا مع الفيزيكال اكتيفيتي بيزيد الجلوكاجون، طبعا فيزيكال اكتيفيتي يعني بتحرك فبستهلك الشوجر، فالجلوكاجون بيطلع علشان خاطر يخلي الليفر تحول الجلايكوجين اللي عندها لجلوكوز. تمام، هل مع الفيزيكال اكتيفيتي يزيد الكالسيتونين؟ يزيد الكالسيتونين عشان يقلل الكالسيوم. مع الفيزيكال اكتيفيتي احنا محتاجين كالسيوم، فكده هيقلل الكالسيوم، فطبعا لوجيك ان بي هتبقى غلط. تمام، يبقى which one is wrong هنا هتبقى بي بالتحديد. هل الفيزيكال اكتيفيتي تزود الثيروكسين؟ طبعا لانه بيزود اوكسيديشن. هل الفيزيكال اكتيفيتي تزود ادرينالين؟ طبعا عشان يزود الهارت بيت ويزود البلاد بريشر ويزود ديكومبوزنج اوف جلايكوجين انتو جلوكوز من الماسلز ومن الليفر، تاثيره زي تاثير الجلوكاجون، فهنا هتبقى اجابتها نمبر بي. يبقى هنا هتبقى اجابتها بي، انا مش معلمه على الاجابات هنا للاسف. Which of the following illustrates the parthenogenesis of the frog? Parthenogenesis of the frog يعتبر artificial، فالفراغ already بتعمل ovium in. تمام، وبعد كده احنا بنعمل لها heart shock heat shock معلش او electric shock، فيبتدي يحصل لها duplication. فهل الفراغ 2N والأوفا بتاعتها 2N وبعد كده تعمل parthenogenesis؟ اولا الشكل ده هو aphid insect، ده parthenogenesis in aphid. طيب هل 2N يديني NN؟ ده انتاج درونز. تمام، طيب الشكل ده من 2N تديني over N بعدين يحصل لها duplication، ده ممكن يبقى frog او artificial parthenogenesis in rabbit، خدناها rabbit and frog. من 2N لان ده مفيش parthenogenesis بالشكل ده. الرسمة دي انا كنت جايبها لكم، طبعا اي رسمة انا جبتها لكم قبل كده يا جماعة كنت ببقى بترجمها من شغل حسن محرم، وهو اصلا اللي حاطط كتابي الامتحان، فطبيعي ان اسئلته كلها اللي انا كنت بترجمها لكم هتلاقوها موجوده هنا، بس انا كنت جايبها لكم من زمان ايام ما كنا بنراجع على الاميونيتي. From the opposite figure that illustrate diagrammatic figure for CT scan on abdominal cavity، دي الابدومين. Structure number X، طب دي stomach، مين اللي جنب الاستمك في الناحيه الليفت بالتحديد؟ هلاقيه spleen، يبقى X ده بيشاور على spleen. تمام، يبقى دي معيش في الناحية يعني تحت الستمك. هو بس مشكلة الشكل ده ان هو مقلوب، يعني دي الفرتيبرا واضح ان هي مقلوبة اهي، فالناحية اللفت ناحية ايديا اللفت والناحية الرايت ناحية ايديا الرايت، هو مقلوب مش عادل مش في وشي،
لو هو في وشي، لو اتقلبوا بقى في وشي، هتلاقوا ان السبلين والاستومك دول جم على ايديك اليمين، تمام؟ لكن هو مقلوب، فالاستومك اصلا في الناحية الشمال والسبلين في الناحية الشمال. طب ازاي هي ظاهرة في الرسمة كده؟ ما احنا كنا قايلين اساسا ان ناحية ايديا اليمين هو الناحية الشمال وناحية ايديا الشمال هو الناحية اليمين، ازاي ظاهرين كده؟ عشان هو مقلوب، تمام؟ شوفوا شكل الفرتيبرا، هتلاقوا ده شخص كأنه نايم على بطن على ظهره، يبقى القطع ده في شخص نايم على ظهره، تخيلوا كده، مش شخص باصص لي، لا شخص نايم على ظهره، فاهمين؟ فلما يبقى شخص نايم على ظهره وانا بصي قطعت في النص، هتبقى الناحية ده اليمين ناحية اليمين وناحية الشمال هيبقى ناحية الشمال، هي دي بس الفكرة يعني. طبعا هو واضحة هنا من شكل الفرتيبرا ان ده شخص نايم على ظهره، ودي الابدومن، تمام؟ فيبقى اكس هو السبلين، ودي الناحية اللفت برغم ان هي ناحية ده الشمال، ودي الناحية الرايت بالرغم ان هي ناحية ده اليمين، تمام؟ وطبعا انت كنت واخدين في الدايجستيف سيستم ان اصلا الاستمك في الاتجاه الشمال، وهو طالما جايب لك استمك يبقى ده الاتجاه الشمال، يبقى اكيد ده سبلين، مفيش حل تاني. احنا مش واخدين حاجات في الابدومن اكتر من السبلين. طب تعال نشوف الاختيارات هتحيرني ولا لا. contain primary components for the red blood corpuscles، طبعا دي الاجابه الصح، لان السبلين بيفكك الريد بلاد سيلز. هل الليمفوسايت ديفرنشيشن، مين هي الليمفوسايت؟ البي والتي والناتشرال كيلر. البي والناتشرال كيلر بيحصل لهم ديفرنشيشن في البون مارو، والتي في سايمس جلاند، ملوش دعوه. ديل دايركتلي ويز اول ذا بودي اورجنز، بيتعامل دايركت مع كل البودي اورجن، ولا بيلونج تو دايجستيف سيستم، ولا هو تبع الدايجستيف سيستم؟ طبعا هو سبلين، فهتبقى اجابتها نمبر ايه، وسبلين مش تبع الدايجستيف سيستم بالرغم ان وجوده في كونتاكت مع الدايجستيف سيستم. دي ان اي ان ذا سيلز اوف باتر فلاي وينج ديفر فروم دي ان اي ان سيلز اوف هيومن، هل هو مختلفين في ترابل كودز ذات اكسبريس امينو اسيد؟ احنا قايلين ان الكودز تعتبر يونيفرسال، ذا سيم كود از ذا سيم كودون فور اني امينو اسيد، بمعنى ان اي يو جي ده كودون فور ميثيونين في اي امينو في اي ليفنج اورجانيزم، نفس الكود هو نفس الكودون لاني امينو اسيد. انتي كودون ذات كاري كودز فور امينو اسيد، لا الانتي كودونز واحده، يعني الانتي كودون للاي يو جي اللي هي يو A C فأي تي ار ان اي يبقى هيشيل الميثيونين. تايب اوف نيوكليوتايد ذات فورم ذا دبل هيليكس، لا هي تايب اوف نيوكليوتايد واحده، هو ريد ذا دي ان اي وده دي ان اي، يبقى هي تي والسي والجي والاي، نوع نيوكليوتايد واحده طالما هما الاثنين دي ان اي، اقول لك دي ان اي ودي ان اي يبقى نوع نيوكليوتايد واحده. امتى تبقى نوع نيوكليوتايد مش واحده؟ لو دي ان اي وار ان اي، اكيد مختلفين في نوع نيوكليوتايد. ليه مختلفين في نوع نيوكليوتايد؟ لانهم مختلفين في نوع الشوجر. type of genes that are present on DNA، أكيد نوع الجينز اللي موجودة في البترفلاي مختلفة عن نوع الجينز اللي موجودة في الهيومن، فهتبقى إجابتها number question number 36. If you know that the following diagram illustrate cells that are produced in the testis، يعني sperms of a human male، يعني إن دي sperms فاكس هتبقى سبرماتيز. طب تعالى نجيبها من اول واحده 2n بتديني n، اول واحده 2n بتديني n، يعني اول مايوزس ده هيبقى مايوزس 1، ده مايوزس 1، مين دي؟ برايمري سبرماتوسايت، بتديني سكندري سبرماتوسايت، وسكندري سبرماتوسايت تدي سبرماتيدز، يبقى اكس بتشاور على سبرماتيدز اللي هي اجابتها سي. طبعا سؤال سهل وممكن يطلع من السكول بوك بسهوله. Which of the following could happen if the two DNA strands are in a symmetrical position؟ فين الحتة اللي قالوا ان DNA مش symmetric او asymmetric؟ يعني ايه asymmetric؟ يعني في طرف من DNA في OH والطرف التاني في P، يعني هما run in the opposite direction، run in the opposite direction. امتى اقول على حاجه ان هي سيمتري؟ لو قسمتها بالنص يطلع النص اللي فوق زي النص اللي تحت. طب لو قسمت الدي ان ايه بالنص، النص اللي فوق يبقى فيه او اتش، النص اللي تحت يبقى فيه فوسفيت، فهو اسيمتريك. اسيمتريك يعني هو ران ان ذا اوبوزيت دايركشن. طب هو ران ان ذا اوبوزيت دايركشن ليه؟ عشان تتكون الهيدروجين بوند كوركتلي بتوين نيتروجين بيزز، عشان يجوا قصاد بعض، فلازم يبقى ران ان ذا اوبوزيت دايركشن. فالدي ان ايه ران ان ذا اوبوزيت دايركشن، اوريكم الرسمه بتاعته.
ده رسمت اهو ال DNA كده run in the opposite direction كده asymmetric اهو it is not symmetrical. ليه not symmetrical؟ لان هنا في B متوصلة بال 5 وهنا في OH متوصلة بال 3 هنا يبقى في OH هنا يبقى في A P يعني معنى كده بيقولك ليه هو run in the opposite direction ليه هو عكس بعض لما يجي عكس بعض بالشكل ده ال A هتيجي قصاد ال T بالظبط فهتتكون الهيدروجين بوندز بطريقة سليمة يبقى لو كانوا سيمتري يعني لو كانوا ماشيين في نفس الدايركشن مين اللي هتتأثر؟ هل covalent bond will be affected ولا hydrogen bond between nitrogen bases؟ لا طبعا اجابتها هتبقى B هتبقى hydrogen bonds between nitrogen bases هي اللي will be affected يبقى hydrogen bond among nitrogen bases. هل bending of all adenine bases with thymine هل هتأثر على الأدينين بس مع الثيمين؟ ولا هتأثر مع الجوانين مع السيتوسين؟ طبعا أدينين مع ثيمين وجوانين مع سيتوسين هتأثر على الاثنين هتأثر على الهيدروجين بوندز عموما. Question number 38 if the arrangement of thoracic vertebra the vertebral column is X the number of vertebra أطلع منها number الرب ازاي؟ احنا كنا بنطلع number vertebra من الرب ان انا ازود 7 طب العكس ان انا انقص 7 فكنا بنقول مثلا ان الرب رب نمبر 1 connected مش عارفة ايه الحكاية بس ممكن عشان انا تعبانة connected to vertebra كام بقول 1 plus 7 يديني ايه؟ مين هما السفن اللي هما السيرفيكال؟ ده لما اجيب رقم الفيرتيبرا من الرب طب لما اجيب رقم الرب من الفيرتيبرا فاقول مثلا ان فيرتيبرا اللي هي 8 connected to رب A فهنقول 8 minus 7 تطلع equal 1 فطبعا لو number الفرتيبرا X يبقى number الرب X negative 7 تمام نعرف ان عدد الفرتيبرا هو اكتر من عدد الربس فلما طلع عدد الرب من الفرتيبرا هعمل minus لما طلع عدد الفرتيبرا من الرب بعمل plus لأن عدد الفرتيبرا أكتر من عدد الريبس بسيفن اللي هما السيفن سيرفيكال destroying carcinogenic cell by a certain gene عشان أدمر السيل المصابة بالفيروس عن طريق جين موجود جوه السيل known as programmed cell death يعني هموت السيل بطريقة programmed أو طريقة منظمة زي ما قلتلكوا إن يبقى في قلعة هيهجم عليها عدو معين وبعد ما العدو ده يتمكن من القلعة دي تماما يبتدي القائد بتاع القلعة عنده زرار يضغط عليه يدمر القلعة بالناس اللي هجموا عليه يدمر نفسه ويدمر كل اللي موجودين فيه في جين موجود جوه النيوكليوس الجين دوت لو اتاكتف يدمر النيوكليوس والسل كلها الجين ده مين اللي بيأكتفه؟ lymphatic toxins وبسمي الطريقة دي programmed cell death بموت السل بطريقة programmed أو بطريقة منظمة تمام يبقى ده عن طريق الليمفاتيك توكسينز اللي كانت بتفرزها بالمناسبه تي سي يبقى الليمفاتيك توكسينز ده طريقه ممكن اموت بيها السل عن طريق سيرتين جين موجود جوه السل لو اتاكتف السيرتين جين ده بيعمل ديستراكشن للنيوكليس ولو النيوكليس اتدمرت معنى كده ان انا دمرت السل كلها زي ما قلنا في بدايه الحصه ان النيوكليس هي اورجانايزز اول اكتيفيتيز اوف ذا سل باي ريموفينج اوف ذا نيوكليس all activities of a cell will stop and the cell will die وطالما ماتت يبقى الكانسر اللي فيها مات معها the opposite figure illustrates fertilization process in a human female the ovum surrounds itself with a thick coat in stage number كام طبعا هنا هي بتبتدي تعمل penetration لسه بتعمل penetrate بتحاول تدخل جوه الاوفيوم اول ما تخترق الاوفيوم تبتدي على طول هي تحوط نفسها في كوت عشان تمنع سبيرم تاني من ان هو يخترقها فمبدئيا عمرها ما هتبقى لاستيج لا 1 ولا 2 ولا 3 اللي بيحصل فيها penetration تمام هو هنا لسه بيحصل penetration لكن بعدها دايركت مين اللي بعدها دايركت ستيج نمبر 4
تبتدي النيوكليوس يخرج منها حاجه من السيل نفسها من الاوفيوم نفسها تحوط نفسها بيها، يبقى دي حاجه جايه من جوه الاوفيوم اهي ستيم نمبر 4 زي سبستانس طلع من جوه الاوفيوم علشان تعمل بروتكت او تحمي نفسها من دخول سبيرم دي. طيب لو دخل 2 سبيرمز هتبقى الاوفيوم في الحاله دي 3N ويحصل ميس تشارج او ابورشن، يعني ما يكملش لان ده بولي بلويدي ويعتبر ليثال في الهيومن. السؤال ده كان موجود في المعاصر في شكل عادي وهو حول لتشوز وانا كنت حولته لكم لتشوز قبل كده برضو. When a bacterial cell is infected with a bacteriophage in which DNA synthesized from a strain of T6 DNA، انا صنعت بكتيريوفاج، DNA جايباه من سلالة والكود بتاعه جايباه من سلالة، DNA جايباه من سلالة T6 والكود بتاعه جايباه من سلالة اسمها T4. طب النيوكليك اسيد اللي هيتكون من الفيروس هيبقى تابع لمين؟ النيوكليك اسيد طبعا تابع للدي ان اي اللي هو T6. طب هيجي يسألك في سؤال تاني، الكود اللي هتتكون جوه برضو T6، هو الدي ان اي اللي هيدخل T6 وهيسيب الكود اللي هي T4 بره اساسا، فالتي 6 هيدخل يعمل دي ان اي لنفسه ويعمل كود بتاعته هو، تمام، ناتجه من الجينز اللي جواه. فمبدئيا هنا ممكن يجي سؤالين، يقول لك الدي ان اي اللي هيتكون في نيو فيروسز هيبقى تابع لنفس الدي ان اي اللي دخل جوه البكتيريا، طب والكود في نيو فيروسز تابع برضو للدي ان اي، يبقى تي 6 ده فورمد دي ان اي and formed codes، بمعنى ان الكود اللي هي T4 دي اصلا هتستنى بره البكتيريا، واللي هيدخل DNA of T6 هيدخل يعمل replication لنفسه T6، ولما يعمل كود يعمل الكود بتاعته هو، هيعمل كود بتاع T4 ليه، تمام. فالكود اللي هتتكون و DNA اللي هيتكون هيبقوا belong ليه bacterial strain T6. يبقى انا عندي هنا، ما انا مش عارفه، انا ببقى معتمده ان انتوا قاريين السؤال مره قبل كده فبشرحه على طول، يا رب يكون طريقتي ديت واصله لكم. يعني انا هنا عندي بكتيريوفاج متصنع الدي ان اي بتاعه T6 من نوع T6 والكود بتاعه T4، الكود اساسا مش هيدخل جوه البكتيريا، اللي هيدخل الدي ان اي، هيبني نيو دي ان اي T6 زيه وهيبني لنفسه كود من فصيلته اللي هو T6، سواء كان الكود نيو كودز والنيو دي ان اي هيبقوا تابعين للدي ان اي اللي هو T6. والله الرسمه ساتش بلانت زي ما تكون كده بلانت، بيقول لك which of the following statement is not applied to structure X in the opposite figure، هي تدي على بلانت وزي ما يكون طالع منه ثورنز او هير، بس نقول ان دي ثورنز دي اشواك. It is from innate immunity، يبقى احنا نتفق ان دي ثورنز، هي من الاينت اميونيتي طبعا بيتولد البلانت بيها فهي اينت. It is a structure that sense presence of microbe، يعني هي ريسبتور، لا طبعا هي مش ريسبتورز، الريسبتورز دي كيميكال، ماده كيميكال ما شوفهاش بالشكل ده، فطبعا بي هتبقى هي الاجابه الصح. It reduces the accumulation of water on the plant surface، طبعا وجود الثورنز بيمنع accumulation of water. It's a part of external epidermis، اكيد هو جزء من الابيدرمز واحنا خد شرحها موجود في الابيدرمس. Which of the following doesn't occur when one nitrogen base is damaged، لو one nitrogen base حصل لها دامج ايه اللي بيحصل؟ لايجيز انزيم بتتعرف على الدامج وبتعمل ريموف للدامج نيوكليوتايد وبتعمل لها ريبليس، طب ايه اللي مش ممكن يحصل؟ ان يحصل ميوتيشن، ليه؟ لانها one nucleotide، امتى يحصل ميوتيشن؟ لو two nucleotide في نفس البوزيشن at the same time، طب هنا 1 نيوكليوتايد حتى مش 2 يبقى اكيد مش هيحصل ميوتيشن. طب نشوف الاجابات. لايجيز انزيم ريكوجنايز ذا دامج بوزيشن ان ذا دي ان اي، طبعا ده هيحصل، بيقول لك هنا دازنت اوكور. دي ان اي ستراكشر تشينج وين ات از ترانسفيرد تو ذا نيكست جينيريشن، معنى الكلمه دي ان حصل ميوتيشن، لا مش هيحصل ميوتيشن. ليه مش هيحصل ميوتيشن؟ علشان خاطر هي 1 نيوكليوتايد هيحصل لها ريبليسمنت، الدي ان اي لايجيز هيتعرف عليها ياخدها ويعمل لها replacement. امتى يحصل mutation؟ لو كانوا two nucleotides in the same position، تمام، in the opposite، لازم مش يبقوا جنب بعض، يبقى in the opposite position in the same part of the DNA at the same time، في الحالة دي يحصل mutation.
The nucleotide with damaged nitrogen base is replaced with another valid one. هنبدلها بواحدة صالحة يعني تمام. New nucleotide will pair with those are present on the opposite strand. الحد اللي أنا حطيتها new هتعمل base pairing تمام. هو ده الترتيب الصحيح. إن الليجاز إنزيم هتتعرف على وجود الدمج، هتعمل removing لي الدمج النيوكليوتايد، هتعمل لها replacement by valid one. طبعا ال valid one دي هتعمل base pairing مع ال opposite strand، لكن مش هيحصل mutation. In the life cycle of malaria plasmodium the mature gamete are formed in E. طبعا اللي بيخرج من الهيومن بلاد جاميتوسايتس يحصل لها ماتوريشن انتو جاميتس جوه الموسكيتو ستمك بس، لان اللي بيخرج من الهيومن بلاد هو السؤال ده كان جه قبل كده، كان جه في شكل ايه؟ قال لكم ديفرانشيشن اند ماتوريشن. كون ان هي يحصل لها ديفرانشيشن انتو جاميتوسايتس من الميروزايتس كان اجابتها هيومن بلاد، وان هي يحصل لها ماتوريشن جوه الموسكيتو ستمك. هو هنا جايب ماتوريشن بس، يبقى موسكيتو ستومك. يبقى عشان تبقى ماتيورد جاميتس يبقى جوه تديني ميل جاميت وفي ميل جاميت جوه الموسكيتو ستومك. طب هي بتخرج من الهيومن بلاد في شكل ايه؟ جاميتوسايت. طب عشان يحصل لها ديفرانشيشن انتو جاميتوسايتس من الميروزايتس ده بيحصل في الهيومن بلاد. يبقى السؤال ده كان جه من كام امتحان كده، قال لك ايه؟ قال لك ان لايف سايكل اوف مالاريا بلازموديوم ديفرانشيشن اند ماتوريشن اوف جاميتس بيحصل فين؟ فكانت الاجابه سي، هيومن بلاد اند موسكيتوس ستمك. في هيومن بلاد بيحصل ديفرانشيشن، يعني ايه ديفرانشيشن؟ يعني تتحول من ميروزايتس انتو جاميتوسايتس. لكن في الموسكيتو ستمك بيحصل طبعا ماتوريشن، فلو قال ماتوريشن يبقى في الموسكيتو ستمك هتبقى اجابتها موسكيتو ستمك اونلي اللي هي نمبر بي. Question number 45. Tears are secreted from. طبعا tears ما هيش هرمونز عشان اقول ان هي بتنتج من endocrine glands. المادة اللي بتنتج من endocrine gland لازم تبقى هرمون تمام. طب هاي tears بتفرز منين؟ exocrine gland احنا متفقين هي exocrine with external secretion outside the body. طبعا tears بتخرج برا الجسم لان في exocrine glands بتصب السكريشن بتاعها جوه الجسم زي salivary gland. هي ليها تيوب بتصب جوه الماوث يبقى ده كافيتي جوه الجسم. زي مثلا اكسوكرين جلاندس اللي موجوده في الاستومك بتصب في الاستومك. اكسوكرين بارت اوف بانكرياس بيصب جوه الدودينم فبيصب جوه الجسم او بيطلع بره الجسم. طبعا هنا اكسوكرين جلاندس وذ اكسترنال سيكشن اوتسايد ذا بودي هي اللي صح. هل هي ميكسد جلاند؟ ما قلناش ان ايز تعتبر فيها اندوكرين بارت وتيرز لوحدها اكسترنال فهي من اكسوكرين جلاند. exocrine gland with external secretion inside the body لا هي بتخرج بره الجسم هتبقى outside. endocrine غلط لان هي اصلا مش هرمونز فهتبقى اجابتها number A. If the sequence of nitrogen base in a part of the mRNA strand is كذا. The sequence of nitrogen bases in DNA strand that complementary to the template. هو مش عايز التمبلت، هو عايز الكومبلمنتري للتمبلت. طيب هو التمبلت ايه؟ التمبلت هيبقى 3 G طبعا A G C ده التمبلت. هو عايز الكومبلمنتري للتمبلت فالكومبلمنتري للتمبلت ممكن اكتبه وراه لازم يبتدي من 5 تمام ويبقى اوله G بعدين C بعدين T بعدين C بعدين G بعدين A كده 3 هتطلع اجابة نمبر B هي اللي صح. اجابة نمبر B هتبقى هي اللي صح. هو مش عايز التمبلت، هو عايز الكومبلمنتري للتمبلت. عايزين تطلعوا على وان ستيب هي نفسها وبدلوا اليو بي تي مش اكتر من كده. جي سي اي بدلوا اليو بي تي لو عايزين تطلعوا على وان ستيب تمام. يبقى لازم تبقى من 5 to 3 لان ده مش عايز التمبلت. التمبلت من 3 to 5 لان ده 5 ل 3 فالتمبلت 3 to 5 الكومبلمنتري للتمبلت يبقى 5 to 3.
فطبعا بنشطب الاجابتين اللي تحت وابتدي افكر في اللي فوق هنا وهنا، فطبعا اجابتها هتبقى نمبر بي. يبقى كده هيبقى اختيار بي هو اللي صح. السؤال اللي بعده ده باثوجين اكس واضح ان جيناتك ماتيريال بتاعته دي ان اي. Can the pathogen that it is illustrated in the opposite figure be used as a vaccine? طبعا ممكن استخدمه بس يبقى في شكل weak. By using X in an active form هستخدم الانتيجين او هستخدم الباثوجين في شكل active او انا عايزه اموته يعني، لكن هستخدمه في شكل weak، وده اللي احنا قلناه ان الفاكسين عباره عن الباثوجين نفسه بس في شكل weak، فهتبقى اجابتها بي. ما اقدرش استخدمه as a vaccine ليه؟ فنو غلط. هو انا اي باثوجين ممكن استخدمه as a vaccine، خصوصا اللي بيبقى دي ان اي، حتى الار ان اي بنعمل فاكسين، ما بيبقاش طبعا ممتد المدى يعني، بس بنعمله فاكسين. يبقى اي باثوجين ممكن ان انا اخد منه سامبل واعمل منه فاكسين، فنو طبعا مش منطقية. وهنا بيقول لك نو as B cells can't recognize the part of pathogen. ليه؟ يعني اللي هنا واضح ان البي سيلز ما تقدرش تتعرف عليه، مفيش حاجة. No as the macrophage can't recognize، مفيش حاجة تبين ان هي can't recognize، فكده اجابتها الصح بي. The opposite graph illustrates the resort of Spirogyra algae to conjugation. هو السبيروجايرا اساسا ان، فواضح ان هو في المرحلة 1 دي كان في suitable conditions. من اول 1 بدأ يعمل conjugation، اتعرض لل unsuitable condition. في مرحلة 2 هنا بيعمل conjugation. في الفترة اللي هي 3 دي كانت في فترة ال unsuitable conditions والزيجوس 4 موجود على الارض. طب في فترة 4 طالما رجع اتقسم بالميوزس ونبت وكون نيو فيلمنت، يبقى 4 دي suitable conditions. تمام، يبقى 1 suitable conditions، تمام، 2 unsuitable conditions بس في المرحلة دي لسه بيعمل conjugation، 3 unsuitable condition، 4 suitable conditions أو بداية suitable conditions. Which of the following represent stage of rain falling؟ هو أصلا بيفضل موجود على الأرض لو حصل dryness لحد ما المطر بينزل بيبتدي يعمل germinate وينبت. يبقى rain falling ده suitable condition، فيبقى مرحلة 4 اللي بيعمل فيها germination، فهتبقى إجابتها number D. Question number 49. Notice the movement of your foot. بيقول لك حرك رجلك. And determine the type of joint is found or it is formed at X. لو ankle. بيقول لك ankle joint ده عبارة عن ايه؟ هل هو fibrous؟ fibrous موجودة في السكال بس عشان ما نتلخبطش. يبقى fibrous مكانها في السكال. Cartilaginous مكانها ما بين vertebra أو vertebral column. يبقى احنا عندنا synovial اللي هو most of joints تعتبر synovial. يبقى skull بتبقى fibrous والcartilage في vertebral column، بقية الجسم synovial. synovial in one direction، جرب كده تحرك الانكل، لا more than one direction، فهتبقى اجابتها number B. وبيقول لك جرب تحرك رجلك وتشوف. question 50. Study the opposite graph that illustrates the number of nitrogen bases in two strands of DNA. ده كده strand وده الopposite بتاعه. What do the letter X, Y, Z represent respectively؟ ده DNA strands يعني كده two strands. هنا قادينين على one strand، تمام، اللي قده بالظبط يبقى ثايمين، يبقى Z ده هيبقى ثايمين. ده كده ثايمين، اللي قده بالظبط اللي هو X هيبقى قادينين. طيب ده سايتوسين، مين قده؟ واي هيبقى قده بالظبط، يبقى ده هيبقى جوانين. ده جوانين اللي قده بالظبط يبقى سايتوسين، يبقى بالترتيب كده الإجابة هتبقى نمبر سي. يعني دول الدي ان اي ستراندس، يعني معنى كلمة دي ان اي ستراندس يعني ستراندس اوف وان مولكيول، فهم كومبليمنتري تو ايتش اذر. أدينين، جوانين، ثايمين، سايتوسين، ده الترتيب الصح ليها. If the total number of chromosomes at formation in of plant grain، سواء كانت grain، وgrain دي اللي هي فيها endosperm، or seed الاثنين بيتكون او بيدخل في تكوينهم 5 nuclei each بتبقى n، كل واحدة بتبقى كام؟ n.
مين هم بقى الفايف نيوكلياي؟ تنادو تو ميل نيوكلياي، تمام؟ يبقى تو ميل نيوكلياي ده اول حاجة نعدهم. وي 1 egg، اخر حاجة 2 polar nuclei. دول كده 5، واحدة من الميل نيوكلياي مع الايج بتعمل لي زايجوت، واحدة تانية من الميل نيوكلياي مع 2 polar nuclei، دي polar معلش في هنا ال، مع 2 polar nuclei بتعمل لي endosperm. يبقى اي سيد او جرين بيدخل في تركيبها 5 نيوكلياي، تمام كده؟ جايين منين؟ 2 ميل نيوكلياي مع 1 ايج مع 2 بولر نيوكلياي. فبيقولك if the total number of chromosomes that share information in pollen grain equal 75، ال 75 اللي كونها 5 نيوكليس كل واحدة فيهم n، يعني 5 n، يبقى ال n الواحدة equal 15، تمام؟ ليه؟ هي 5 n لانها 5 نيوكلياي كل واحده فيهم ان، ال 5 ان 75 يبقى ال ان الواحده ب 15. عايز هنا نيوكليس اوف اندوسبيرم، والاندوسبيرم 3 ان يبقى كام؟ يبقى 45، يبقى 45. طب لو عايز نيوكليس اوف زايجوت تبقى 30، يبقى نيوكليس اوف زايجوت تبقى 30. طب لو عايز مثلا ميل نيوكليس تبقى 40، اي حاجة ان بقى تبقى ايه 15. عايز egg nucleus تبقى 15، عايز the polar nucleus واحدة من ال polar nuclei يبقى 15، لكن الزايجوت هيبقى 2n اللي هي تبقى 30، والendosperm 3n اللي هي 45. عرفنا منين ان ال n الواحدة ب 15؟ لان قالك هنا total chromosomes اللي موجودة في الجرين، total chromosome، والجرين بيبقى فيها الاندوسبيرم، تمام؟ حتى السيد بيتكون الاندوسبيرم، تمام؟ بيستهلكوا الجنين بس بيتكون، فاوريدي عشان تتكون السيد لازم يتكون اندوسبيرم، فسواء كانت جرين او سيد بيبقى 5 نيوكلياي اللي بيدخلوا في تكوينه، تمام؟ طيب 5 نيوكلياي كلهم بكام؟ ب 75، يبقى ال n الواحده كل واحده فيهم طبعا n، يبقى ال n الواحده بكام؟ ب 15. On the plant infection with a microbe it responds by secreting a chemical substance against pathogen، هو استجاب وانت chemical substance that are transferred to the different parts of the plant. ده سؤال اصلا من ثانية ثانوي، مين اللي بيعمل transferring في plant vascular system of the plant؟ مين هو vascular system؟ اللي هو xylem and phloem، دي حاجات خدناها السنة اللي فاتت. xylem كان بين ال water and salts طبعا، و phloem كان بين ال food substances او nutrients. يبقى اي transferring plant عن طريق ال vascular system، طيب هل هيتنقل عن طريق الساب فاكيول؟ هو هنا ساب فاكيول ممكن تعمل له استور بس، اكسترنال ابيدرمز لا، دي مش وظيفتها ترانسفيرنج خالص، ممكن تكون من الحاجات اللي بتعمل سكريشن. ريسبتورز طبعا مش وظيفتها ترانسفيرنج، وظيفتها ان هي بتنبه الاميو سيستم لوجود الباثوجين، فطبعا ملهاش دعوه بموضوع ان هي تعمل ترانسفيرنج. سؤال اجاباته غبيه. السؤال اللي جاي ده the opposite diagram illustrate DNA technique، طبعا ده piece من الـ DNA restriction enzyme، خدنا insulin gene بس الـ insulin gene بقى ليه sticky ends، بنفس الـ restriction enzyme قطعنا البلازميد فالدنيا نفس الـ sticky ends. هل الـ sticky ends بتبقى على strand واحد ولا على 2 strands؟ طبعا على 2 strands عشان يحصل complementary ما بين الـ 2 strands على الجين والـ 2 strands على البلازميد. The opposite diagram illustrates DNA technique اللي هي recombinant DNA for production of insulin hormone. The same restriction enzyme is used in the stage X. لازم استخدم نفس restriction enzyme عشان يسيب لي نفس sticky ends، فيحصل base pairing ما بين strand واحد ولا two strands. Two strands. Due to presence of the same sequence of the nucleotides of on each of the plasmid and DNA. امتى اجابة A دي تنفعني؟ اللي هي يقول لك due to the presence of the same sequence، لو قال لك why the same restriction enzyme cut both
cut both gene and plasmid. ليه الريستريكشن انزيم بيقطعهم هما الاثنين؟ عشان وجود نفس السيكونس نفس الريكوجنيشن سايت due to presence of the same sequence of nucleotide in each of plasmid and DNA. مش نفس السيكونس ممكن يقول لك نفس الريكوجنيشن سايتس او سيكونس معين، لكن هو بيقول لك ليه بستخدمه، تمام؟ مش ليه هو قطع، ليه هو قطع عشان نفس السيكونس او نفس الريكوجنيشن سايت موجود، لكن ليه بستخدمه عشان يسيب لي كومبلمنتري ستراندز to form sequence of complementary nucleotide of the 2 DNA strands, 2 DNA مع البلازميد، تمام؟ يبقى على 2 DNA strands في البلازميد والبيس الاثنين يبقى complementary، مش على strand واحد، لا على 2 DNA strands يبقوا بيكملوا البعض، فإجابة B هي الصح. تعال نشوف إجابة C غلط ليه. To form a sequence of nucleotide in 1 DNA strand of the plasmid that pairs of the sequence of nucleotide in one strand of DNA piece. لا طبعا، two strands من الجين بيعملوا base pairing مع two strands من البلازميد. انا بعمل introduce ل piece two strands، مش لقطع، مش لستراند واحد. طبعا دي اللي بعدها عكسها بالظبط، فهتبقى الاجابه الصح هي اجابه نمبر B. طيب اجابه ايه، امتى نجاوبها؟ لو قال لك ليه one restriction enzyme بيستخدم في الاثنين، بيعمل، لا مش بيستخدم، بيعمل cut للاثنين. لو قالك ليه بيستخدم في الاثنين، عشان يديني complementary basis ما بين ال two strands of DNA و ال two strands of plasmid، تمام؟ جايب هنا شكل genital system of female، بس ده شكل lateral مش شكل frontal. From the opposite figure that illustrate lateral view. تعال نشوف ال labels اللي موجودة ايه. طبعا X هو ovary، Y fallopian tube، Z هو uterus، و L vagina. طبعا الشكل ده هو urinary bladder وديت urethra. Which of the following structure is more effective on the genetic material of the future offspring if a radiation reaches out to it؟ مين اللي بيأثر في characters of the new offspring؟ الأوفا هي اللي بتشيل الكروموسومز من الأم للجنين، فطبيعي الأوفا بتتكون جوه إكس، فإكس لو اتعرض لراديشن أو الأوفا اتعرضت لراديشن وحصل فيها changing لنمبر of chromosomes أو structure of chromosome أو structure of gene، ده هيأثر في الأوفسبرينج. طيب لو اليوترس اتعرض لراديشن، لا ده يعمل لي somatic mutation تظهر على اليوترس لوحده بس ما تظهرش على الجنين. طب لو فالوبيان تيوب اتعرضت لراديشن تعمل لي سوماتيك ميوتيشن، لان دي سوماتيك سيلز. لكن لو اكس اتعرضت لراديشن تعمل لي جميت ميوتيشن، وجميت ميوتيشن ممكن تتنقل للاوف سبرينج لو الجميت دي حصل لها فيرتلايزيشن، تمام؟ The death of coronavirus infected patient is due to failure of it. يعني لو شخص اتصاب بالكورونا ومات نتيجة ايه؟ كورونا فيروس من الفيروسز اللي ما بتستناش في البلاد واللي بتهاجم cells of respiratory system، فهي موجودة inside the cells. طيب يبقى معنى كده فشل في cellular immunity. طب انتوا هتعرفوا منين ان كورونا فيروس بيهاجم السل؟ يعني general knowledge ان هو بيهاجم السلز، مع ان في انواع من الكورونا فيروس بتهاجم البلاد سيلز وبتبوظ الاميونيتي فبتستنى في البلاد، فنتيجة الموت بيبقى نتيجة فشل الهيومرال اميونيتي، فأعتقد ان في عدم دقة في السؤال. بس خلينا في جنرال نوليدج، الجنرال نوليدج اللي انتوا تعرفوها عن كورونا فيروس ان هو بيهاجم الريسبيراتوري سيستم وبيدخل عن طريق النوز وبيهاجم الريسبيراتوري تراكتس، يبقى هيوصل الريسبيراتوري سيستم هيدخل جوه السيلز، يبقى اللي بيفشل في محاربته هو سيليولار اميونيتي، يبقى اجابتها نمبر دي. وعموما اي فيروس لو جه جابه في الشكل ده، لو ما قالكش ان هو جوه البلد، يبقى على طول سيليولار اميونيتي هي اللي بتحاربه. لو ما قالش ان فيروس في البلد، هو قال كورونا فيروس وما قالش ان هو جوه البلد. The opposite figure illustrates a cross section in tomato fruit. دي tomato fruit ودي طبعا seeds of tomato. Which of the following statement is correct؟ طبعا Y اللي هي الفروت نفسها دي somatic cell فبتبقى 2N، تمام؟ طب السيد، السيد جواها زيجوت 2N، ولو جواها
food متخزن فهيبقى برضو 2n. يبقى السيد بتبقى 2n. طب لو جواها endosperm اقول عليها 3n، لا لازم يقولك endosperm of the seed، endosperm of the seed. هو مش جايب كده كلمة endosperm. وعموما انتم مش عارفين هي اصلا endospermic ولا x endospermic. تمام، لو هي x endospermic فهي كلها 2n، لو هي endospermic فهي فيها جزء 3n اللي هو الendosperm بس، as total هي 2n. تاني، انا عندي seeds يا اما فيها endosperm يا اما ما فيهاش endosperm. لو فيها endosperm يبقى هيبقى فيها جزء 3n والباقي 2n. طب لو ما فيهاش endosperm يبقى هي 2n، ففي الغالب انا بقول 2n. Which of the following statement is correct؟ x is diploid، y is haploid. لا y دي somatic cell لازم تبقى diploid، y is diploid لكن x haploid غلط. Both x and y is diploid. يا سلام ما لخبطناش خالص، ما جابليش كلمة triploid خالص، فطبعا هتبقى c هي اللي صح. امتى يلخبطني؟ لو جاب لي triploid واحنا مش عارفين هي فيها endosperm ولا، بس seed as total من غير ما يقول كلمة endosperm، عشان اقول ان الحاجة 3n لازم يقول كلمة endosperm. seed as total 2n. تمام، all fungi reproduce by sporogony. الكلام غلط لان yeast fungus بيعمل reproduction by budding واحنا واخدينه في المنهج. Sporogony is considered from the best form of asexual reproduction. طبعا الجملة التانية صح، فتبقى the first statement is wrong, second statement is correct. يعني إجابتها number C. In the opposite graph, lactic acid can be formed in E. أولا muscle X حصل لها contraction بقوة شديدة جدا ورجعت تاني، يعني muscle X دي normal، دي normal كده muscle. طيب واي ما وصلتش لقوة الكونتراكشن الطبيعية، دي مصل مجهدة، دي ما وصلتش للطبيعة ورجعت تاني، دي مصل ما قدرتش توصل للكونتراكشن وستيل كونتراكتد كمان، يعني ما وصلتش لقوة الكونتراكشن العادية بس ستيل كونتراكتد. يعني ممكن اقول ان زاد فيها سبازم، بس عشان اقول ان فيها سبازم اكيد لازم توصل لقوة الكونتراكشن العالية، يعني تعلى لحد فوق هنا وتكمل. نشوف بس الجراف ده لو خدناه على بينت ممكن يبقى شكله ايه. نشوف كده، قلت المسل دي نورمال كونتراكشن وصلت لقوة الكونتراكشن عالية جدا ورجعت تاني، وده نورمال كونتراكشن. لو انا عايزة اخد مسل في حالة فتيج اعملها ازاي؟ لازم توصل للكونتراكشن العالي قوي ده and still contracted، تكمل contracted. دي كده معيش المسل في حالة سبازم، يبقى المسل دي في حالة سبازم. طب مصل واي دي في حالة فتيش، دي مصل مرهقة. ليه مصل مرهقة؟ لأنها ما وصلتش للكونتراكشن أو قوة الكونتراكشن العالية. طب مصل زد دي مصل مرهقة ما وصلتش لقوة الكونتراكشن العالية وستيل كونتراكتد. تمام، ستيل كمان كونتراكتد، كانت كونتراكتد بس مش بقوة، يعني كونتراكشن بس مش كونتراكشن قوي. Muscle Y and Z ما قدروش يوصلوا لحالة الكونتراكشن الطبيعية أو الستريس اوف كونتراكشن، يبقى هما الاثنين تقريبا في حالة فتيج، ال two muscles في حالة فتيج. فلما يجي يسألك هنا سوري لما يجي يسألك هنا lactic acid ممكن يتكون في انهي muscle؟ هل muscle Y بس؟ دي muscle مجهدة، وZ برضو ما وصلتش لحالة الكونتراكشن الطبيعية فدي muscle مجهدة، فيبقى Y and Z. لكن لو الجراف هنا وقلت مثلا ان اللي فوق ده اديته سيمبل ال، وقلت لاكتيك اسيد ممكن يتكون في اي ماسلز من دول، هل ال بيتكون هي كمان فيها لاكتيك اسيد؟ هي قبل ما توصل للمرحله دي بيتكون فيها لاكتيك اسيد. تمام، يبقى عشان السل عشان ال 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 الماسل توصل لحاله الاسبازم مش ضروري قوي يتكون فيها لاكتيك اسيد، بمعنى ان من ضمن اسباب ماسل سبازم هو ديكريزنج اي تي بي الناتج من الانيروبيك ريسبيريشن، لكن ممكن يحصل ماسل سبازم ومفيش ماسل فتيش نتيجه انكيوريت نيرف امبلس. تمام كده، فحاله السبازم ممكن يتكون فيها لاكتيك اسيد وممكن لا. امتى حاله السبازم يتكون فيها لاكتيك اسيد؟ لو كان سبازم افتر فتيج،
يعني spasm due to decreasing ATP molecules. طيب لو كان الاسبازم ده ناتج من inaccurate nerve impulse يبقى ما فيهوش lactic acid، يبقى مش كل سبازم ناتج من الفتيج، تمام؟ اي فتيج بيعمل lactic acid، تمام؟ يبقى مش كل سبازم ناتج من فتيج، اي فتيج بيعمل lactic acid، لكن مش اي فتيج يعمل لي سبازم. فلو جه سأل على ال، هل ال بالضرورة تبقى ناتجة من تكوين اللاكتيك أسيد؟ ممكن وممكن. يبقى حالة ال اللي هي حالة سبازم ممكن يتكون فيها لاكتيك أسيد، لأن الفتيج معناه decreasing amount of ATP، و decreasing amount of ATP معناها non separation of transverse rings، فيحصل مثلا سبازم. لو جينا للفتيج وشرحناه عموما عشان تفتكروه، بداية الفتيج decreasing oxygen، فالمصل بتعمل anaerobic respiration. يعني ايه anaerobic respiration؟ يعني يحصل reduction for glucose، تمام؟ نتيجة anaerobic respiration بتحصل حاجتين، او reduction of glucose بيحصل حاجتين. لما الجلوكوز بيحصل له reduction بيديني حاجة اسمها lactic acid. تمام، ولاكتيك اسيد ده بيسبب فتيج، يبقى بيديني لاكتيك اسيد كده سبب للمصل حاله فتيج. طيب الانيروبيك ريسبيريشن او ريدكشن اوف جلوكوز بيدي سمول اماونت اوف اي تي بي، بيدي كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي بس عن كل جلوكوز مولكيول. طيب في الايروبيك ريسبيريشن بيدي 38 اي تي بي. 2 اي تي بي بس، يعني ديكريزنج اماونت اي تي بي يعمل سبازم ديو تو نون سيبريشن of transverse links. يبقى الاسبازم نتيجة للفتيج، تمام، بس هل دايما الاسبازم نتيجة للفتيج؟ لا، ممكن الاسبازم يبقى نتيجة inaccurate nerve impulse، ممكن يبقى نتيجة نقص كولين ستريز، نتيجة نقص كالسيوم، نتيجة نقص باراثيرمون هرمون، زيادة كالسيتونين هرمون، دي أسباب للاسبازم، تمام؟ مش لازم الاسبازم يبقى ناتج من اللاكتيك أسيد. فلو جه في سؤال زي ده وقال لك ان لاكتيك اسيد بيتكون فين، فتقول مثلا واي زد اند ال، ممكن تمشي صح، بس ال مش دايما، مش دايما ال، خلاص، بس ما ينفعش برضه اقول عليها ان هي غلط لان السبازم نتيجه للفتيج. نرجع للسؤال، قلت ان واي واكس ال تو ماسلز دول ما وصلوش لقوه الكونتراكشن، يبقى هما ماسل مجهده، يبقى هما الاثنين بيتكون فيهم لاكتيك اسيد. طبعا في الحاله دي السبازم اكيد ناتج من الفتيج، اكيد السبازم في الحاله دي ناتج من الفتيج. ليه؟ لانها مصل مرهقه ما وصلتش لقوه الكونتراكشن الطبيعيه، فهي اوريدي ده ناتج من ايه؟ ها، من فتيج. يبقى السبازم في الحاله دي ناتج من فتيج. طب السبازم في الحاله اللي فوق اللي هي اللي دي، لا مش شرط، ممكن يبقى ناتج من فتيج وممكن يبقى لا، ممكن وممكن، تمام. The activity of T helper cells is affected by TS. يعني طبعا TS بتنتج lymphokines اللي بتموت TH، فأكيد هي بتتأثر. و activity of TS is affected by T helper. T helper بتactivate TS. احنا خدنا من وظائف T helper activate B cells and activate other types of T cells. مين ال other types؟ TC و TS. فأكيد هي بتactivateهم. ف two statements are correct. ودي اجابتها هتبقى نمبر A. ولو رجعنا الفانكشن اوف تي هيلبر هنلاقيها ان هي بتاكتف اذر تايبس اوف تي سيلز وبتاكتف البي سيلز تو بروديوس انتي بودي. وين ادامج تيك بليس ان سام بيتا سيلز اوف بانكرياس؟ طالما دامج حصل في البيتا سيلز يعني يحصل ديكريزنج انسولين. انا عايزه هنا حاجه نتيجه نقص الانسولين. Glycogen level increase in the blood. هو glycogen مش موجود في البلد عموما، بس هو الانسولين لما يقل اكيد الجلايكوجين هيقل عموما، لان الانسولين بيحول الجلوكوز انتو جلايكوجين، فهو بيزود الجلايكوجين في الليفر طبعا. جلوكاجون بقى، glycogen level decreases in the blood.
هو جلايكوجين مش موجود في البلاد اساسا، جلايكوجين ده موجود جوه السيلز، ما ينفعش يبقى موجود في البلاد لانه ماكرو مولكيول. جلوكوز ليفل انكريز ان ذا بلاد، طب ما دي لوجيك اهي، اجابه لوجيك واضحه ان لو حصل دامج في البيتا سيلز الجلوكوز ليفل هيزيد في البلاد نتيجه نقص الانسولين، وده اكيد واضح جدا او اجابه واضحه مش محتاجه كلام، فتبقى الاجابه هنا نمبر سي. هل جلوكوز ليفل يقل؟ لا طبعا، لان في دامج في البيتا سيل ففي نقص في الانسولين فالجلوكوز ليفل هيعلى في البلاد.